ازيك عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب منورنا يا كابتن راجل. اخبارك ايه؟ ازيك؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. طيبه. اتفضل. مشرفنا النهارده في بيتك الكبير. والله اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. انت عاملين ايه؟ مقضي العيد ازاي؟ والله مع صحابي. فعلا؟ اه الواحد ما يرضيش يسافر. اه. بحيث ان الناس كلها مسافره الفتره دي وبرده الخوف برده من الكورونا ففضلت اقعد في البيت احسن مع اهلي واصدقائي يعني في البيت فبتبقى الدنيا الامور ماشيه كويس يعني تمام يعني اه الحمد لله. وحشني يا رب. حضرتك اكتر بجد والله وحشني. حضرتك عليك عامل ايه؟ الحمد لله والله بخير. كله بخير. اه ايام زمان حضرتك كنت عايشه حبيبي. ايه الاخبار؟ حضرتك عامل ايه؟ كله بخير. يعني طبعا عندنا كلام كتير جدا وعندنا حواديت كتير جدا طبعا. بمناسبه العيد كل سنه وانت طيب ان شاء الله يكون عيد سعيد عليك وعلى الاسره يا رب ان شاء الله. اولا يعني طبعا دخلتك وطلت القناة الجديدة شايفها ازاي؟ لا بصراحة في اختلاف يعني انا جيت القناة قبل كده جيتها كذا مرة لا في اختلاف طبعا في الاجهزة في اختلاف في الديزاين في اختلاف في حتى شفت هناك دخلوني مكاتب في حاجات اجهزة جديدة الكترونية كتيرة في حتى يعني الاختلاف كتير يعني بالنسبة كبير. بالنسبة لي انا شايفه من بره اختلاف كبير بالنسبة لكم طبعا اكيد الناس اللي موجودة في القناة بقالها فترة شايفين الاختلاف ده فده بالنسبة لهم بيساعده ان هو يشتغل اكتر يبقى مبسوط جاي مكان شغله مبسوط فدي دفعة كويسة وبالنسبة لنا احنا كملعب كمان الفوتو سيشن اللي حصل الاجواء اللي حصلت في النادي عندنا دي ادتنا حافز ان احنا حاسين ان في حاجه جديده بتحصل وان انت تلعب عشان كل واحد مثلا صورته تبان يثبت نفسه فدي حاجه كويسه. انتوا كمان كنتوا بتنوهوا عن الافتتاح الجديد يا كابتن صح؟ بالظبط بالظبط فاحنا كانت حاجه بالنسبه لنا حلوه يعني ان انت يعني بتتصور عشان لما تجيب فرحه جون فرحه زمايلي معايا فدي بالنسبه لها تبقى فرحه حلوه يعني. وان شاء الله افرحنا كتير رامي ومعودنا دايما تكون بطل ومقاتل و قلب الاسد زي ما بنقول. تعال نشوف مع حضراتكم مع رامي تقرير عن رامي صخر الدفاع النادي الاهلي ونرجع مع حضراتكم. هنتكلم مع كابتن رامي ربيعه في كل حاجه. هنتكلم في التقرير اللي بنرحب بيه من يعني من خلاله برضو عن الكوره وعن بداياته. بس انا عايزه واحنا بنحتفل يعني في ليله خاصه في البيت الكبير باجواء العيد عايزه ابتدي معاك بقى من وانت صغير واجواء العيد وفرحته واول يوم العيد يعني احكي لي كده يعني عنك شويه انت بشكل شخصي يا عم. لا العيد بالنسبه لي انا يعني كرامي يعني هو يوم الوقفه مثلا قبل العيد بنقعد مثلا مع اصدقائي قبليها يعني قبليها بيوم بنقف مع صحابي بنتجمع مثلا نلعب بلاي ستيشن نلعب طاوله نلعب دومنه الاجواء دي يعني انما في العيد ده قبل طبعا قبل ما تخش في دوامه الكوره ايوه بالظبط انما في الكوره والحاجات دي بيبقى لو حضرتك شايف ان بيبقى اوقات كتير قوي بيبقى في العيد في ماتشات فانت ما بتعرفش تاخد اجازات يعني الفتره الوحيده دي عشان ما بقاش في ماتشات في الفتره بتاعه العيد فاحنا واخدين اجازه النهارده وبكره وهنبدا التمرين عادي ثالث يوم فانت بالنسبه لك ما بيبقاش في اجازات كتيره انك تحضر عيد مع اهلك او بيبقى ساعات بتبقى بره مصر بتبقى فالفرصه دي يعني بالنسبه لنا العيد رامي كان قبل الكوره بالظبط يعني اكيد حضرتك برضو على حضرتك كنت لعيب كنت اكيد بتفتقد اجواء الملعب يعني اجواء العيله وزمايلك بالظبط واكيد حضرتك كنت مسافر بره على طول طول الوقت فطبيعي مش حاسس باجواء اعياد او مش حاسس باحتفالات بحاجه فالكوره برضو بتاخدك من الحته دي شويه من حته انك تبقى مع زمايلك واهلك بس في نفس الوقت بتعوضك في حاجات ثانيه انك بتبقى برضو بتديك حافز انك تبقى حاجه ليك اسمك تحاول تعمل حاجه لنفسك لاهلك فدي بتبقى حاجه حلوه يعني. طب كلمنا بقى رامي هنبدا من الاول خالص نرجع بداياتك وازاي دخلت النادي الاهلي ازاي بدات مشوارك كوره يعني بدات تقول انا بلعب كوره وانا اهلاوي بالظبط اكيد اهلاوي سبب اهلاويتك سبب اهلاويتك مين؟ لا انا في البدايه خالص يعني كنت عندي يعني 8 سنين كنت بلعب في مركز شباب كنت ساكن في القطاميه ساعتها بعد كده كنت بلعب لحد مثلا 10 سنين والدي خدني ووداني السكه الحديد لعبت في السكه الحديد سنه ناشئين سكه الحديد وكنت متايد وبلعب عادي لغايه 11 سنه فوالدي قرر ان هو يعني هو انت عارف بقى الابات لما بيقعد يتفرج على ابنه او حاجه فشايف ان هو ممكن يبقى ياخد ستيب ثانيه احسن فروحت اختبارات يعني عادي والدك شاف الكلام ده وانت عندك 11 سنه بالظبط شاف ان اعلى شويه من لان كان في السكه الحديد ساعتها ما كانش في السن بتاعي
كنت بلعب مع الاكبر مني بسنه فما كانش في سن بتاعي، فهو شايف ان انا ان لما اكبر ما العب مع الاكبر مني بسنه ده بيديك قوه وبيديك انك بتتعود على بتتعلم من خبرتهم. بالظبط بتعلم من خبرتهم وانا اصغر منهم. فقررت ان انا اروح نادي الاهلي اختبارات عادي، ما قابلتهم كنا بنقابل التجمعات بتاعه الدوريات الناشئين اللي حضرتك عارف بتبقى في نادي الشمس. فوالدي قابل كابتن احمد ماهر الله يرحمه وخد منه ورقه استماره عاديه واتعامل معاه قال لك يا رامي قال لك الكلام ده والدك قال لي قال لي بعد كده بقى بعد ما اتقابلت بعد ما اتقابلت في النادي الاهلي قال لي اللي حصل بينهم يعني. فطبعا رحت النادي واختبرت عادي، كان برده فيه اعداد كتيره. بعد كده بدات في النادي الاهلي بقى. كان مين ساعتها اللي اختارك يا رامي؟ يعني كان موجود كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن بدر رجب، كابتن امين عرابي، كابتن عمرو انور، كان في اسامي كتيره كانوا قاعدين، لان حضرتك عارف طبعا في الناشئين بيبقى المدربين كلهم قاعدين بتتقسم على مجموعات عشان الاعمار مختلفه السنيه بالزبط. اللي بتبقى موجوده. فكابتن بدر رجب كان هو مدير قطاع الناشئين وكان ماسك الناشئين، وكابتن احمد ماهر مدير قطاع الناشئين. بالظبط كده. فبدات ان انا ادخل مع الفرقه عادي واحده واحده، وهم ما كانش يعرفوا خالص ان انا متأيد في السكه الحديد. فكانت دي مشكله كبيره بالنسبه للنادي الاهلي طبعا. يعني بعد ما قبلت بعد ما تعالى هتبقى موجود معانا. بالظبط كده. وهات شهاده ميلادك وهات، لان هم برضو بيخافوا من حته السن ان انت تبقى شكلك طبعًا. او التصنين والحاجات دي. فطبعا والدي فاجئ كابتن بدر رجب قال له لا ده رامي متأيد في السكه الحديد. فطبعا الموضوع اتقلب وقال لك لا احنا مش هنعمل مشاكل مع نادي السكه الحديد، لان حصلت قبل كده مع الكابتن محمد بركات مشكله وحاجات زي كده، فمش عايزين ندخل في وده ناشئ فمش محتاجين ان احنا يحصل في ما بيننا مشاكل. ما كنتش في الفتره دي متاثر بنجم معين، نجم اهلاوي معين؟ لا في الفتره دي يعني كنا لسه صغير، كنت لسه صغير، كنت الواحد بيحاول يعني يعني اهو اخرك مدرسه زمايلك كوره بس بتلعب كوره. بالظبط. فبطلع فيها طاقتي يعني. بس دي يا رامي كانت اول بالظبط اول مسمار. فبدات بقى ان انا لما والدي قال لكابتن بدر رجب، فقال له طيب انا هعمل معاك حاجه يعني كده بس تبقى بيني وبينك، هي حركه يعني صايحه شويه بس لازم كانت تتعمل، يعني اللي هو عشان اسقط من التأييد من نادي السكه الحديد لازم يعرفوا في النادي السكه الحديد ان انا مش هروح تاني، ان انا مثلا عشان بحس ان لما المدرب يسال على رامي، رامي ما جاش ليه؟ خلاص مش هيلعب كوره تاني، يحط حد مكانه ويشيله من القايمه. بالظبط كده. وانا اخويا كمان كان بيلعب في السكه الحديد ساعتها مواليد 90، فكان والدي مواظب ان هو بيروح عشاني انا واخويا يعني. فحصلت فكره كده ان احنا والدي راح وقال للناس هناك ان انا رامي، كنت في ثالثه ابتدائي، ولا قال لك رامي ده سقط في الابتدائيه وعيل صغير وبيسقط في الابتدائيه، فاحنا ما ينفعش الكلام ده، منعنا عن الكوره، بطل كوره. بالظبط كده. فالناس طبعا قعدت مصرين ومستنيين ان انا يعرفوا فعلا ما جيتش ليه، ويعرفوا يعني انت عارف الحاجات دي بيبقوا عايزين يعرفوا الاسباب. فضلت ما تروحش يعني؟ فضلت فتره فضلت ولا بروح النادي الاهلي ولا بروح السكه الحديد وقاعد في البيت ولا بروح المدرسه. لا لا كنت مقضيها دوري مدارس. كنت فضلت مثلا قاعد سنه مثلا ما بلعبش كوره خالص، فتره طويله قاعد في البيت. بس يعني انت جسمك صغير ولسه صغير في السن، فسهله حر اللياقه دي بعد كده. فقررنا ان احنا نعمل الحركه دي وخلاص يعني. فجي اول تأييد لينا في السكه الحديد، فوالدي راح سأل وبتاع لقى اسمي مش موجود يعني. بس فكنا واثقين في كابتن بدر رجب قوي لدرجه ان هو يعني انا مش ضامن كابتن بدر رجب لما اروح له تاني يقول لك انا محتاجك ولا لا. ايوه بالظبط. فانا ما كنتش ضامن. بالظبط بعيد، وهو عنده اسامي كتير وعنده ناس كتير يعني، مش متوقفه على رامي انه يدخل النادي الاهلي يعني. فانت قلت بقى يا ربنا يستر. قلت ايه وحظها. بالظبط كده. فلما بصراحه الكابتن بدر رجب يعني شخصيات بحبها ومحترمه جدا. فلما رجعت له انا ووالدي قلنا له ان خلاص رامي مش متأيد في السكه الحديد والموضوع خلص. فبدا يقرر ان احنا نبدا بقى عادي مع الفرقه وابتدي برده تاني يشوفني من اول وجديد. وابتديت كان شعورك ايه بقى؟ لا طبعا انبسطت لان انا اصلا اهلاوي يعني، والدي كان بياخدني برده الاستاد ونقعد نتفرج على الفرقه ويقعد يوريني. طبيعي يعني الحاجات دي كلها كأب بيزرع في دماغك حاجات انت يعني جديده عليك بتتعلمها واحده واحده. ستيب باي ستيب. بالظبط. فبدانا نتعلم من اتعلمت من ابويا حاجات كتيره بصراحه. مع ان هو اكتر حاجه ايه؟ مع ان هو مجاله مش يعني مش كوره خالص يعني. مجاله ايه؟ بابايا دكتور، بابايا خريج كليه علوم. ده دكتور تحليل، ده في حته تانيه خالص يعني. لو حد غيره كان قعدني في البيت ولا كوره ولا حاجه. ده حقيقي.
بس وخاصة كمان يا رامي الفترة ديت ما كانش فيه اللي هو دلوقتي كل الأبهات والأمهات عايزين يزقوا أولادهم للكورة، لكن يمكن في الفترة دي كان الموضوع كان أقل شوية. كان لسه برضو مش مستقبل قوي، الناس بتخاف قوي. فاهم قصد حضرتك؟ طبيعي طبيعي. لا بس أنا برضو خريج تجارة عين شمس برضو يعني حاولت أواظب بين دي ودي يعني. فقررت ان يعني الحمد لله دخلت النادي الاهلي. طبعا كانت فرحه كبيره بالنسبه لي يعني انت داخل النادي الاهلي وحاجه بتحبها. وبرده بس باباك من البدايه ما فكرش ان هو يعني يوديك تختبر في اي نادي غير الاهلي، هو الاهلي بس اللي يعني هي اللي جت في دماغه كده، لان احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده التجمعات كانت في نادي الشمس، كل الانديه كلها بتتجمع. فبالصدفه قابل احمد ماهر، كابتن احمد ماهر قدامه، فاتكلم معاه اتناقش معاه، فلقى الراجل مرحب واداله ميعاد استمر ان احنا نيجي نختبر. فالموضوع طلع ماشي كده بالظبط كده. يعني فهي جت كده يعني الحمد لله يعني. فمن ساعتها ما خرجتش من النادي الاهلي. بقى بدايتك بقى قطاع الناشئين، مين اول مدرب في قطاع الناشئين على مستوى الرسمي بقى؟ ملعب 11. ملعب 11 ولا كنا لسه سباعي والحاجات دي؟ لا البراعم انا عارف. لا البراعم بتبقى مدربين كتير. مدربين كتير بيمر عليك تقريبا ممكن في السنه 3 4 مدربين. بالظبط مظبوط كده. دخولك قطاع الناشئين واللعب بقى في قطاع الناشئين، مين اول مدرب؟ كان برضو كابتن عظيمه في البدايه اللي اتمرنت معاه، وعلى الاجيال بقى يعني مثلا كل ما بتكبر سنه بيمسكك مدرب مختلف. يعني مسكني كابتن عمرو انور، كابتن عظيمه، كابتن سمير كمونه، كابتن مشير حنفي. ومعانا دلوقتي على التليفون كابتن كبير برضو مكتشف، كابتن رامي ربيعه. الو، ما انا هخليه يقول. الو الو، كل سنه وانت طيب يا كابتن. انا لسه انا متضايق حبيبي. عيد سعيد على حضرتك. انا عرفته على فكره، قول انت بقى. اكتشفك يا رامي. كابتن بدر رجب. ايوه طبعا. أيوة. كابتن بدر رجب ده يعني في حته ثانيه. باك 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 كان دايما يقول لي رامي لوف، ما اعرفش ايه رامي لوف دي، بس طبعا كابتن بدر رجب رامي لوف ما اعرفش ليه. طب يعني ليه كابتن بدر كان بيسمي كل واحد فينا حتى تريزيجيه. كابتن اهلي حبيبي تريزيجيه، اخبارك ايه؟ كابتن منور بيتك وكل سنه وانت طيب، عيد سعيد عليك وعلى الاسره. حبيبي كل سنه وانت طيب وسام طيبه ورامي طيب وكل سنه وانتم طيبين. معاك طيب يا كابتن بدر. كل ما نتكلم مع نجم يجيب سيره حضرتك بالخير. طبعا ومكتشف النجوم يعني. صحيح. بجد يا كابتن بدر. ايه 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 موضوع لوف ده؟ عايزين نعرف موضوع لوف ده ايه. هو كان مسمي كل واحد. هو انا كنت بطلع اسامي يا كابتن هاني، انت عارف على اللعيبه بتاعتي. بالظبط. وكل واحد على حسب شخصيته. فرامي كان مدافع صلب جدا وقوي جدا، وكان بيطلع لعب دماغه، وكانت الكره الروسيه كانت مسيطره شويه في وقت من الاوقات كده عن طريق القوه والسرعه. ورامي يمتلك هذه الميزه دي يعني. فطلعت عليه رقم لوب يعني. على اساس ان هو روسي يعني، بس ما قلتلوش ان انت روسي، كان لسه صغير. فكان بيطلع على بعض الماتشات بدماغه وكده. خلي بالك هو لسه فاهم الموضوع ده دلوقتي. شوف عدى كام سنه ولسه هو عارف الموضوع ده دلوقتي. ابن حبيبي ما بينساش، انت عارف يا كابتن هاني الاولاد الصغيرين لما بتديله اسم بيفرح يعني. طبعا صح طبعا. حاسس باهتمامك ليه وان انت والد ليه مش مدرب ليه. واحد حاجه كابتن بدر رجب يعني كان مفرق. انت لازم الاول اللعيب يحبك في السن ده عشان تاخد منه كل اللي انت عايزه وتديله اللي انت عايزه وتتقبله منك. بس فكابتن بدر رجب بصراحه من اللعيبه اللي بتتقبل اي حاجه. طب اللعيبه لا اتفضل. ليا معاه حاجات كتير جدا. رامي انا 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 شفته اول مره وقعد سنه في البيت. بعد كده جالي تاني قلت له هتجيلي ده هتجيلي عشان تتقيد. ايوه صح. اللعيب حصل كده قعد سنه وجالي من اول ما جه قلت له خش امضي الاول. ايوه صح. مين من اللعيبه بقى رامي ربيعه اللي انا كنت متوقع له من وهو صغير هيبقى شباك النادي. مين من اللعيبه يا كابتن بدر من اللي حضرتك ساهمت في اكتشافهم وعلى تواصل دلوقتي لحد دلوقتي مع حضرتك؟ كل سهام اللي مرنتهم ولادي على تواصل بيا، لان انا زي ما قلت لك انا اول مدرب جبتهم واول مدرب مرنتهم. واقل لعيب فيهم مرنته حوالي 5 سنين. yeah. انا كنت بجيبهم 8 سنين. وعندهم 9 سنين وبالكثير قوي بقى عنده 10 سنين فيهم الخير يعني. من المدرسه عنده 14 سنه، فاقل مدرب بيتمرن معايا اقل لعيب بيتمرن معايا 4 5 سنين. فكلهم مرتبطين بيا، حتى لما بيجي يروح نادي بيقول لي بيسالني اروح هنا ولا اروح هنا،
يعني يستشير حضرتك بفضل الله. حوالي 52 لعيب منهم هشام وشهاب وشكري وشبيطه وعبد الله فاروق ومصطفى طلعت اكيد حد حتى ناس ورامي وايمن اشرف واحمد حسن كوكا واحمد حسن مكي. اخلص البرنامج ولسه بعت لنا قائمه الاسماء. قائمه الاسماء لازم تنزل لنا. ما دول كانوا مع حضرتك برضه كانوا كل دول اصل الاسماء دي كلها كانوا معايا يعني. لا طبعا كابتن بدر مكتشف النجوم وزي ما بيقول. بس في حاجه يا كابتن بدر, يعني واحد بتشوفه وبعدين بيغيب عنك سنه وبعد حتى جالك بعد سنه قلت له لا خش امضي العقد وتعالى, دي ثقه كبيره جدا جدا انك اول ما شفت رامي قلت لا ده لاعب لازم يكون موجود في النادي الاهلي. ايه اللي شفته فيه يعني؟ رامي كان في ميزه غريبه جدا يا كابتن, يعني انت عارف السن الصغير الواد بيجري ورا الكوره. يعني اللعيبه الصغيره مظبوط الصغير بيجري ورا الكوره. رامي ما كانش كده, رامي كان بيستناك للعيبه عينه على الكوره بس, ملوش دعوه بكل اللي حواليه ده. فكنت احس لما حد يروح له بالكوره ان رامي ده بيعمل حاجات بتاع مدافع كبير, يعني يخليك تروح في حته مسنوقه كده عشان يقطع منك اللي هو بلغه المدربين بقى يوجهه. بيديله اتجاه حاجات قلت دي. ده هيبقى في ارتباك النادي يعني. كان من صغره عنده مقاومات الدفاعيه دي عاليه جدا جدا جدا. بقت طبعا كورته سليمه من ورا, لما اتمرن بقى معانا اكتشفنا بقى حاجات ثانيه, يعني بيطلع كوره سليمه, بيقطع كويس, بيتمركز كويس, بيغطي كويس. كل الحاجات اللي بتاعه المدافعين الكبار كانت موجوده في رامي ربيعه وما زالت موجوده ان شاء الله. في الفتره دي يا كابتن بدر ايه اللي حضرتك حابب تقوله او تنصح بيه كابتن رامي؟ شوفي رامي من اللعيبه اللي بيخش نصائح كتير لانه عارف هو عايز ايه. فانا بقول له يا رامي بس ربنا يفك شر الاصابات يا رب يا رب, وتفضل موجود كده واقف على حيلك, لان النادي الاهلي محتاج ليك وانت محتاج للنادي الاهلي. وغير كده انت عايزين رامي يبقى في المنتخب المصري, فبالتالي طول ما هو سليم يبقى هيبقى من اقوى المرشحين المدافعين اللي يبقى موجودين في منتخب مصر, بالتالي يبقى هيفيد النادي الاهلي وهيفيد منتخب مصر. فبتمنى له ان شاء الله ان يبقى واقف على حيله تملي ويكفي شر الاصابات ويبقى موفق, لان التوفيق ده عامل كبير جدا في استمرار اللاعب, مش في ادائه بس, بالعكس ممكن الاصابات دي تاثر عليك, لكن رامي بيرجع اقوى من الاول. ودي ميزه من ميزات رامي ربيعه. عايز تقول له يا رامي؟ طبعا عايز اقول له طبعا عيد سعيد عليه وعلى اولاده, طبعا اولاده اصدقائي. فانا بحبه بصراحه وبحترمه, راجل زي ما قلت لحضرتك من البدايه قبل ما اعرف ان هو هيدخل معانا, طبعا ان هو ليه فضل كبير عليا, كان حد غيره ممكن ما يبقاش يعني الثقه دي مثلا ان هو يجي يقول لي امضي على طول, فهو السبب ان هو دخلني النادي الاهلي يعني. فبعد ربنا طبعا, فلا انا بحبه وبحترمه, والراجل يعني بنصدق نروح الامارات لما كان موجود يعني ان احنا نروح نسلم عليه, لازم اول حاجه بنعملها كلنا بنتجمع عشان نتكلم من الكابتن بدر ونسلم عليه يعني. فاتمنى له التوفيق طبعا في حياته, وهو شخصيه محترمه يعني. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن بدر, وبنشكرك جدا جدا, وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة, كل سنة وطيبين, وكابتن هاني طيب, وكابتن رامي طيب. يا كابتن حبيبي حضرتك بألف خير, وحضرتك بألف خير. هنطلع لفاصل قصير, وبعد الفاصل مستمرين في البيت الكبير. تفضل. رجعنا مع حضراتكم ونجمنا صخرة الدفاع النادي الأهلي رامي. منورنا رامي. منور يا كابتن هاني. حضرتك طبعا في الدفاع. حبيبي يا رامي ربنا يخليك. عايز أقول لك اللقطة بتاع دخول النادي الأهلي وقطاع الناشئين كانت أنا بالنسبة لي مفاجأة. لكن ليها إحساس تاني خالص, النقلة من تصعيدك من قطاع الناشئين للفريق الأول. دي بتبقى أعتقد حالة تانية خالص. دي فرحة تانية. احكي لنا بقى عن الفرحة التانية. يعني لا أنا زي ما قلت لحضرتك برضو في البداية, يعني أنا كنت عشان زي ما كابتن بدر رجب قال لحضرتك إن أنا كنت بتميز إن أنا جامد شوية أو تدخلاتي جامدة على اللعيبة اللي ضدي أو حاجة, فأنا كنت بلعب في مراحل سنية كتيرة. فهي جت من بدايه كده بقى ان انا يعني انت بتلعب مع السن سنك سني مثلا كان عندي ساعتها 15 سنه كنت بلعب 15 و16 و17 و18 الماتشات المهمه بتبقى هي دي. بس نقطه ان انا بقيت بتصاب كتير دلوقتي, ان انت بقى جسمك مستهلك طبعا, بقى عندك العضلات بقت مش مجهده وانت في سن, محتاج تغذيه كويسه عشان تبدا تقف على رجلك.
فهي دي النقطه اللي الناس مش فاهماها. بس لا دي نقطه مهمه. التوقيت ده كان السبب بالظبط. يعني انت بعد كده بعد ما بتكبري عضلاتك بتتكون على حاجات غلط او ضغط او حاجات هي الاحمال عليك بعد كده. احمال عارف يا سهام هناك يعني يمكن كنت بتكلم مع رامي في النقطه دي قبل الهواء ان الاحمال التدريبيه بالنسبه للناشئين بتختلف كتير جدا جدا من كل مرحله لمرحله. يعني 15 سنه او 13 سنه غير 19 غير 20. تخيلي بقى رامي بيلعب مع اولاد عندهم 13 سنه وهو مثلا عنده 13 بالزبط. سنه يلعب مع 13 و15 و17 فكل دي احمال زياده ما بتظهرش في وقتها. يعني ما ظهرتش وهو بيلعب. هم قالوا لي كده فعلا مش هتظهر دلوقتي. ظهرت دلوقتي عندك حماس وعايز تلعب وعندك عضلات وعايز مبسوط باللعب طبعا. اي حد يتمنى انه يلعب وبيبتدي يتدرج في الاعمار السنيه فمبسوط ان هم معتمدين عليا. فقالوا لي نفس الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن هاني انه انت مش هتحس بيه دلوقتي هتحس بيه بعد كده بعد ما انت فتره النمو بتاعتك تخلص هتحس بيه بعد كده. فده اللي بقى بيحصل. انا اقل مجهود بيحصل فيا بتحصل اصابه بس دي بتاعت ربنا طبعا. الاصابه دي بتاعت ربنا. لا بس في نفس الوقت مهمة انت نقطه اتكلمت فيها بالظبط. يعني ده سبب من الاسباب. مش هقول لك ان سبب الاصابه بتيجي بيور ان انا بتصاب لوحدي. لا سبب من الاسباب اللي موجود. بس ده بقى دلوقتي بتعالجه بان برده تاخد بقى بروتينات الحاجات اللي طلعت جديده مثلا. بتبتدي تريح نفسك زي مثلا لو انت عندك فتره راحه تبتدي تاخد اجازه ما تحاولش يعني تنزل كتير تخرج ما تحاولش تسوق كتير. فبتحاول على قد ما تقدر انك تريح. تقدر انك تريح بالزبط. لكن نقطه مهمه جدا وبرده رامي عشان برده الساده المشاهدين يعرفوا ان كمان احنا ان شاء الله عندنا ملف يا سهام بيتكلم في الجزئيه دي. ملف مهم جدا جدا. لما اتكلمت مع اداره القناه ان احنا هنعمل كمان حلقه عن قطاع الناشئين الاحمال اللي بيديها المدربين. لان زي ما بقول لك يعني اعتقد رامي حظه كان وحش جدا في الاصابات والناس كانت بتستغرب هو رامي بيتصاب ليه. فلما قال لنا الجزئيه دي لا يمكن كانت غايبه عن كتير من الناس. الناس مش هتفهم عنها مش عشان حاجه لان ما جربوش او ما حصلتش ليهم او مش هيصدق. يعني انا لو حد حكى لي الموضوع ده انا مش هصدقه. اللي هو يعني ايه بعد فتره كبيره انت تبتدي تتصاب عشان جسمك مش مستحمل التحمل. عشان في تراكمات بالظبط كده. فبس لما فهمت اقتنعت. فكانت دي السبب ان انا يعني مثلا بيبقى حضرتك عارف ان ماتشات الناشئين بتبقى الساعه 2 الظهر يعني عكس فمثلا لما بيبقى عندي مثلا فرقتي عندها ماتش في اسماعيليه مثلا بلعب اسماعيليه هناك ارجع يبقى الفرقه الاكبر مني مثلا بسنه مستنيني لان هم بيبقوا مسافرين بالليل. فاروح بعربيه ملاكي عادي تبعهم اروح على الاوتيل في مثلا في المنصوره او في اسكندريه فبنام بس لمجرد النوم بالليل ويبقى تاني يوم عندي ماتش. وارجع مثلا بالليل مع الفرقه ببقى عندي ماتش مثلا في مدينه نصر مع الفرقه الاكبر مني بسنتين. فالموضوع ده اتكرر حوالي سنه. قعدت سنه بعمل اللي انا بعمله ده اروح واجي والعب ويكلموني. وانت ساعتها مش حاسس انت في السن دوت انت ممكن تلعب ماتشين ثلاثه في اليوم. لكن يعني هي تاثيرها بعد كده يعني بالظبط. مفيش نوم كويس مفيش اكل كويس برده كنت في ثانويه عامه في ساعتها. فمحتاج ان اقول لك ابرز الصعوبات اللي انت بقى واجهتها في الفتره دي بالظبط. الناشئين ايه لان اكيد والدي برده مش هيسيبني او والدتي مش هيسيبوني ان انا لازم دراسه جنبها لازم يبقى ليك شهاده لازم الحاجات دي طبعا مطلوبه. يعني مش هبقى لعيب كوره بس يعني اكيد يبقى ليك شهاده برده. انت بتحس بذاتك ان انت معاك شهاده يعني جنب لعيب الكوره. فده كان مطلوب ان انا اركز هنا واركز هنا وبنامش كتير بحتاج ان انا ده في اوقات في الثانويه العامه كنت بذاكر وانا رايح معسكر. يعني انا لو حضرتك فاكر حضرتك كنت معاك كنت بتسيبني في اسكندريه صحيح. عشان ارجع العب كان عندي امتحان ثانويه عامه وترجع كنت انا وصالح جمعه مزبوط. لو حضرتك فاكر كان عندي امتحان ثانويه عامه مرتين لغه عربيه وكان عندي كان انجليش لو حضرتك فاكر والله بجد كان ادانا البرميشن او الاذن ان احنا نرجع ان في الطريق كنت بذاكر وكنت واخد الكتب معايا في المعسكر كنا بنلعب بالسودان لو حضرتك فاكر في السيد المكس بالظبط بالظبط. هو بس كنا بنذاكر في المعسكر ونروح على الامتحان ونرجع تاني يوم على الاسكندريه. موضوع ان انت عندك اصابه مزمنه ده مأثر عليك يعني مفيش اصابه مزمنه لا ده يعني ده يعني مفيش حاجه اسمها اصابه مزمنه بس في ناس بتقول كده يعني هي دي المشكله عشان هم مش فاهمين ده ما زي ما بيقول رامي هي مش اصابه مزمنه. هو رامي للاسف على فكره في ناس كتير قوي ما كانتش فاهمه اللي هو كان بيقوله دلوقتي طبعا كويس برضه يشرح انت بقى بتتغلب على يعني ان انا عندي اصابه واحده بتتكرر دي ايه معنى اصابه مزمنه. انا ما عنديش اصابه جات لي وكررت ده حلو قوي نوضحه للناس دلوقتي. ايوه ما هو الناس مش فاهمه ده يعني ايه اصابه مزمنه. اصابه مزمنه ركبتك وجعتك هتفضل توجعك مش هتخف دي اصابه مزمنه. انما انا ما جاتليش حاجه
وجات لي تاني. يعني انا مثلا عملت عمليه في ظهري مركب مسمارين في ظهري، بتجي لي اصابه تانية في ركبتي، بتجي لي اصابه تانية في الضمه، يبقى دي زي اصابه مزمنه. يعني طول ما انت بتلعب هيكون في مشككين يا كابتن، ده طبيعي. يعني ده مش قصدي مشككين، يعني ده طبيعي، ده في الكوره طبيعي. كابتن هاني طبعا يعرف ده اكتر مني. ده طبيعي وهتتعاملي معاه، يعني مش متضايقين منه، عادي. هم حقهم يكتبوا او حقهم يقولوا، وانا برد في الملعب. كابتن هاني طبعا يعني فاهم الموضوع. فإصابة مزمنة يعني أنت بيجي لك الحاجة أكتر من مرة في نفس المكان، فما فيش حاجة اسمها كده. يعني ما فيش حد في الكرة، أو ما فيش حد، ما فيش نادي لو أنا عندي إصابة مزمنة ما كنتش سافرت البرتغال. لا، ما كانش كمان النادي هيأيده أصلا. مش هتلعب يعني. بالظبط. أو النادي الأهلي على الأقل مش هيأيدني. يعني يستحملني ليه؟ راح يعني احترف في البرتغال. أول حاجة بيعملوها كشف طبي. كابتن هاني عارف الموضوع، بس يمكن اللفظ نفسه الناس فاهمها. وكنت عامل عملية ومركب مسمارين في ظهري، واتقابلت هناك برضو. يعني مش مشكلة. العملية دي حرمتك كمان من الأولمبياد. كنت مع حضرتك طبعا، كنت لقيت التصفيات مع حضرتك، وبعد كده جينا الأولمبياد حصل لي الموضوع بتاع ظهري ده. طب نبعد عن الاصابات كده، ربنا يصوت بعيدك عنها. نتكلم بقى النهارده عيد، عايزين نفرح ونبسط. نقفل على الجزئيه دي خالص، واشرح لنا بقى فرحتك واول لقاء لعبته. اول لقاء لعبته مع النادي الاهلي رسمي، كان في لعيبه ما تعرفش اسمي في الملعب فعلا. يعني انا رحت، يعني كان كابتن زيزو كان ماسك مدير قطاع الناشئين في الفتره دي ساعتها، وطلع درجه اولى، وكان ماسك مكانه بقى كابتن عماد النحاس في مدير قطاع الناشئين. فلعبت ماتش الزمالك مع الفرقه ال20 سنه اللي هم سعد كانت فرقتهم. كنا نلعب في الزمالك في حلم زاموره، والماتش ده كنا لازم نكسبه عشان ياخدوا الدوري. فلعبت الماتش ده وانا كان عندي 16 سنه، فكانوا بيتفرجوا علينا لعيبه الزمالك كلهم الدرجه الاولى، وكان كابتن حسام حسن ساعتها كان ماسك الزمالك على ما اعتقد، كان مدرب الزمالك بالظبط على ما اعتقد. فاتفرجوا علينا. فتاني يوم بقى على طول كنت باجي اتمرن بقى مع فرقتي 16 سنه، رجعت العب اتمرن معاهم عادي. كابتن عماد النحاس. مين كان مدربك في ال 20 سنه؟ كابتن سمير كمون. سمير كمون. يعني شخصيته المحترمه اللي بحبها جدا يعني. لعيب كبير. اتعاملت معاه طبعا، لعبت معاه، لعبنا معاه بره وجوه وكل حاجه. فجي بلغني كابتن عماد النحاس، قال لي بكره كابتن زيزو عايزك في الدرجه الاولى. فحتى رد فعلي مني، قلت له ما تهزرش، انت بتتكلم بجد؟ قلت له بتكلم بجد ايه يا ابني، عيب يا ابني. طبعا كابتن عماد النحاس وانا كنت لسه صغير، بقول له ما تهزرش انت بتتكلم بجد. قال انا هزر معاك ليه؟ طبعا بكره تبقى موجود في الدرجه الاولى. فمش مصدقه يعني، فرحه ان انا انت تهزر معايا اصلا. مين اللي يطلع درجه اولى؟ استقبلوك ازاي اللعيبه؟ لا عادي، اللعيبه هناك محترمه، بتخش طبعا بتتعامل مع الناس طبعا، مش محتاجه تعرفها اساسا. فانت بتقدمي نفسك طبعا رامي او حاجه، فلا بيتعاملوا مع بعض بطريقه محترمه. دخلت الاوضه، انا عارف دخلت الاوضه دي. انا عارف يا سيهان دخلت الاوضه لما يكون في ناشئ طالع وداخل غرفه بتتفرج. قلق، خجل. انا عن نفسي قعدت ربع ساعه بره على الباب، رهبه طبعا. طب اخش ما اخش؟ اخش ما اخشش؟ لكن ليها رهبه علشان كمان والاشكال طبعا، لما تشوف اللعيبه قدامك اللي انت بتشوفهم في التلفزيون، وكان حلمك تبقى معاهم. ايه بقى؟ قول لي. أيوة قول لي دي كانت عامله. وانت هتقول لنا. وانا هقول. أيوة لازم هو هيقول. انا هقول. بس فكانت رهبة اول انك تدخل اصلا نادي الجزيره. انا داخل مش فاهم اي حاجه، فين اوضه اللبس، فين الحاجه. فطبعا مرنوا في مدينه نصر، كنا بنتمرن في الناشئين في مدينه نصر. فرايح طبعا، انا اول حد شفته كابتن محمد بركات. اول ما شفته ده الدنيا اتدمرت. يعني طبعا انت عارف كابتن محمد بركات يعني جريء شويه. اول كلمه، انت يا ابني اللي جابك هنا يا ابني؟ الكلام بهزار، بهزار طبعا. بهزار بس طبعًا. الكلام انت فاهم، انا عارف مش عارف بقى تاخده بهزار بجد. طب الرهبه. طب انا شايف طبعا كابتن محمد بركات قدامي. انت يا ابني انت فين بالظبط؟ انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت جاي تتعذب يا ابني؟ انزل تحت الناشئين تاني، رايح دماغك ولا وجع دماغك؟ فلا هو فكني شويه بقى، هو اللي كسر الرهبه دي بالظبط كده. بس في نفس الوقت انت قاعده بتتفرجي على اللعيبه، انت قاعده بتتفرجي على اللعيبه ازاي بيلبسوا، هيعملوا ايه، لان انا مش عارف النظام، هيلبسوا امتى، بينزلوا امتى. في مثلا ناس عند الدكتور، في ناس بيعملوا حاجه. فانت قاعده بتشوفي الامور ماشيه ازاي بالظبط كده. قاعد من بعيد ساكت وبراقب كل واحد بيعمل ايه، عشان اشوف انا بعد كده هعمل ايه. مين اكتر واحد لفت نظرك بقى؟ لا يعني مين اللي داخل؟ لا مين اكتر واحد كده علق معاك في دماغك؟ قعدت مع مين تتكلم اول ما قعدت انت داخل الناشئ صغير؟ يعني مين اللي بدا يجي يقعد جنبك يقول لك لا؟ معتز اينو طبعا، كابتن معتز اينو وحسام عاشور، يعني هم اقرب اتنين كانوا عاملين، هم يعني بيحبوا يهزروا على طول الوقت، فطبيعي بتخش معاهم في الهزار. فبتبقى حلوه يعني، فحتى في الماتشات بيبقوا قريبين منك، بيكلموا معاك، لا خلي بالك، اعمل ما تعملش. فكانت كان النظام يعني، كان هم روحهم حلوه يعني. الجيل ده حظي برده ان هم روحهم حلوه.
الاجيال والله كلها. بالظبط الاجيال كلها يعني انا على ايام حضرتك طبعا. انت هتحكي لنا دلوقتي. لا ده انا بقى كمان كابتن بقى الخطيب ومصطفى عبده ومجدي عبد الغني. طب نكمل بس مع رامي. لا قول انت. لا انا كنت طبعا ساعتين بره. انا برضه نفس القصه ان هو يعني كابتن انور سلامه كنا بس انا كنت تحت 18 سنه كان عندي 18 سنه. وبعدين هاني بكره كان في بكره مع الفريق الاول كان عندهم ماتش ولا تمرين عادي. تمرين. تمام. ف انا قال لي بكره مع الفريق. فطبعا انا يعني احنا ساعتها كنا بنتمرن في الجزيره يعني على ايامنا احنا كنا بعد كده الفريق الاول بيجي بعديكم. بالظبط كنا بنتمرن في حتى في ملعب فرعي كان في ملاعب ورا فرعيه كده وكنا بنتمرن ساعات الصبح بدري قوي في نفس الملعب. ف يعني بعد التمرين اتبلغت ان بكره تيجي في الميعاد كده. فانا بقول لك والاسامي تقيله. الاسامي ما تهزرش يعني كلهم نجوم كبار جدا جدا جدا. وانا اصلا وانا كنا عشان كنا بنتمرن هناك يا رامي. فانا كنت بقعد شايفهم على طول. كنت بقعد بعد ما اتفرج على التمرين بقعد بقى مع الناس. دي حلوه دي بصراحه حلوه للناشئين ان يعني بتبقى فكره حلوه بصراحه. بس لما تتحط في الموضوع بيبقى ليها لا احساس مختلف. بس بتاع كابتن هاني احلى في ان هو انا ناشئ بشوف اللعيبه اللي قدامي فيس تو فيس ان انا تتعامل ازاي بالظبط. اشوفه قدامي اشوفه وهو بيتمرن قدامي. هنا في مدينه نصر معزول تماما خالص. ما بيحصلش غير مره مرتين بشوف اللعيبه لما بيجي يتمرنوا في مدينه نصر. فدي بتبقى حافز حلو ان انا عايز ابقى مكانه. برافو عايز عليك. العب مكانه. برافو عليك. فدي بتبقى حافز حلو بصراحه. انا كان ساعتها بقى انا بقعد اتفرج بكره معاهم. بكره الصبح هروح اتمرن معاهم. فكانت رهبه جامده جدا. دخلتي الاولانيه طبعا يعني كان كابتن ايمن شوقي وكابتن علاء ميوب كابتن ربيع ياسين. ايمن برضو من الشخصيات اللي دمها خفيف قوي. فانا طبعا دخلت يعني دخلت على جنب. طبعا شايل شنطتي طبعا لبس. قعدت فين تقعدوني بالظبط؟ عمال خلي بالك انت لو قعدت مكان واحد يعني لعيب كبير. ايوه طبعا. وفي الاتوبيس لو قعدت مكان حد جريمه بالظبط. فدورت على مكان صغير كده ورحت قاعد ورحت مطلع حاجتي وتلبس وجزمه وبتاع. ما اتكلمتش مع حد. ما ببصش جنبي. انا ما ببصش اصلا. طب مين اللي بص لك؟ مين اللي اتكلم معاك؟ لا هم جولي بقى بعد كده يعني كابتن ايمن شوقي هتلاقيه في الملعب بقى هتبتدي تتعامل معاه في الملعب. ايه خير كابتن مساعد برضه كابتن ايمن يعني شخصيته شخصيه قويه وهو كمان بيهزر زي بركات كده يعني دمه خفيف وبيهزر وروحه حلوه قوي. فقلت له هاني. قال لي ماشي وبعدين كمل. فلا قال لي طب لا خد راحتك وبتاع. وبدا بقى يعني خدنا الثقه والناس بدات تخش يعني. انا طبعا ما اقدرش اروح اسلم صح. يعني انا قاعد في مكاني انك لغايه ما لا تعالى معانا في البدايه طبعا بتقول لهم يا كابتن كابتن مثلا طبعًا كابتن طبعًا يعني مفيش حاجه اسمها في البدايه طبعا في البدايه وطول عمرنا بالظبط الاكبر سنا ده احترام. لو واحد طلع قبلينا بيوم يبقى اقول له على طول يا كابتن. دي حقيقة. طبعا طبعا. ونزلت بقى التمرين والعمليه بقى الدايره والفك والحاجات ديت. وزي ما بقول لك على مر الاجيال يا رامي ان ميزه النادي الاهلي انه اي حد بيخش من قطاع الناشئين بيلموه يعني بيبقى يدخل في الفرقه بسرعه. بالظبط. طب احنا معانا واحد من الكباتن الكبار برضو معانا الكابتن وليد صلاح الدين نجم الاهلي السابق. اهلا بيك يا كابتن. مساء الخير عليكم تهام. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب كابتننا الكبير كابتن هاني رمزي. وحشني حبيبي يا وليد. كل سنه وانت طيب. تحياتي لرامي. رامي عامل ايه؟ كابتن وليد كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. كل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد على حضرتك. وحضرتك طيب. تقول له ايه النهارده يا كابتن وليد؟ يعني الاول خليني ابارك لكم على الاطلاله الجميله. ما شاء الله يعني اضافه كبيره للقناه. مبروك قناه الاهلي في اطلالتها الجديده. وعايز اقول ان قناه الاهلي من اول ما اتعملت هي ولدت عملاقه. يعني خلينا نقول ان قناه الاهلي الاهلي رائد على طول في كل حاجه. سواء في اي فكره جديده النادي الاهلي بيكون سباق. قناه النادي الاهلي يعني يوما ما يكون الناس مثلا مشغوله هيتفرج عليها 20 30 مليون. فاحنا الحمد لله يعني قناتنا ولدت عملاقه والرياده ليها. وبحيي وبهني الاستاذ ايهاب الخطيب على الافكار الكتير اللي موجوده في الاطلاله الجديده. عجبني فكره الدويتو قوي يعني ايهام والكابتن هاني. الصبح في كريم مع زميلته كابتن عادل القيعي وكابتن ابراهيم المنيسي. كالعاده. فاطلاله جديده وجميله.
وانطلاقه قويه ان شاء الله لقناه النادي الاهلي. لا وان شاء الله وليد بنوعدك ان المحتوى كمان يعني انت بتتكلم على الافراد لكن ان شاء الله هتلاقي كمان محتوى ان شاء الله يسعد جماهيرنا ويسعد كل الناس اللي بتتفرج علينا مش جماهير النادي الاهلي بس اللي بتتفرج علينا كل الجماهير المصريه بتتفرج علينا وان شاء الله نقدم محتوى يليق باسم النادي الاهلي. تقول ايه رامي؟ باين يا كابتن هاني الحماس الشديد. كمان عايز ابارك للكابتن ايمن شوقي كابتننا الكبير طبعا. يعني لقطه رائعه من النادي الاهلي انه يستقدم الكابتن ايمن شوقي يعني من امريكا كابتن مصطفى عبده كمان حاجه انضمام قوي جدا للقناة. الحمد لله النادي الاهلي مليان نجوم وان شاء الله باذن الله بالتوفيق دايما. شكرا باذن الله. ان شاء الله. وليد انت انا عارف انك بتحب الاكل يا وليد. ها بص انا مش عايز اقول لك انت جايب منين يعني انا بسالك سؤال جايبينك منين سؤال رد عليا اه ولا لا بيقول ما تعرفش حبيبي قول لي بقى بيتقضي العيد ازاي والاكل اخباره ايه. انا في شرم الشيخ يعني المدينه الجميله بتاعتنا معايا طبعا الاولاد ومش عايز اقول لك يعني المكان جميل جدا ومصر جميله حلوه 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 ويعني طبعاً. يعني احلى من اي مكان في الدنيا. ده حقيقي فالحمد لله يعني عيد جميل ويا رب عيد سعيد على كل مصر ان شاء الله. اكلت ايه من شويه؟ والله ما يعني بلاش الاحراج ده ذكرياتك سعيده وليد. لا قال انتوا ما تعرفوش جايبيني منين فاكيد كان في وليمه قد الترابيزه دي. هو رامي ما جاش معايا ولا مره يعني على طول معايا الشناوي ورمضان وكهربا بقى وحسام عاشور طبعا قبليهم. لا انا لسه كنت في مطعم سي فود حاجه جميله. ده احنا هنسيب القناه دلوقتي ونروح ناكل عندك دلوقتي سي فود واحنا يعني ده عيد لحمه مش سي فود يا وليد. والله انا متخصص سي فود يا كابتن. طيب حبيبي يا كابتن وليد والله منور الدنيا يا كابتن والله. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا كابتن وليد. عيد سعيد عليك وعلى الأسرة وبرضو انت واحد من وادي النادي الأهلي وان شاء الله نشوفك هنا في البيت الكبير ان شاء الله يا وليد بإذن الله. كابتن وليد شكرا جزيلا ليك. طيب كنت هسألك سؤال برضو. اتفضل. اهلا. اول كورة دخلت فيها على حد في يعني تصادم بينك وبين حد وخبطته جامد وحسيت ان انت ده لعيب كبير مثلا خايف على رجله او حاجة بتحصل معاك؟ حصل معايا بصراحة. لا انا بقى ما تيجي تخش مثلا على لعيب كبير تبقى خايف ان لما تخبطه تبقى انا اسف والله ما اقصد. لا انا حصلت معايا تاكلينج بس عملت نفسي عارف اللي هو ايه عملت تاكلين وقمت جريت في حته تانية خالص. لا مش انا اللي عملت. مش فاكر تاكلين على مين برده كان طبعا لعيب كبير كابتن مجدي عبد الغني وطبعا كابتن مجدي عبد الغني لو طالني ساعتها كان كان حقيقي فرحت عملت تاكلينج ورحت جاري اللي هو يعني ما بدلوش فرصه كمان يبص ولا مش هيلحقك. لكن طبعا الحته دي بتحصل حتى في رهبه في رهبه ان انت تضرب لعيب كبير مثلا او كابتن كبير من النادي الاهلي بالظبط دي مشكله او تعدي منه مثلا بس كده مش هتعرفوا تتصرفوا في الملعب يعني كده بيبقى فيه بقى رهبه ان انت مقدر اللعيب الكبير اللي انت بتشوفه في التلفزيون لغايه ما بتتعود مثلا بتتعود بقى خلاص ده بيبقى كوره وفي منافسه وفي لازم العب ولازم يبقى ليا برده كيان ولازم يبقى ليا مستقبلي فده طبيعي بس في البدايات اللي بقول لك عليها اللي هو لازم ابقى مخلي بالي برده ان احنا معانا مكالمه من البدايات دي. قولي يلا. الو الو. ايوه. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا رب. عامل ايه؟ كله تمام كويس؟ كله زي الفل الحمد لله. مين يا رامي؟ اخويا. اخوك مين؟ الصوت غريب برضه. اعتقد كابتن ايمن شوقي. لا برضه لا. اخبار حضرتك ايه؟ قول تاني قول تاني. الو. انت لسه مكلمني؟ انت لسه جايب سيرته. فكر اللي استقبلك مين اللي استقبلك وكسر الرهبه؟ ايه معتزين؟ طيب انا اقول ده جميل ده كده معتزين صوت نفس صوت اخويا والله. كل سنه وانت طيب يا كابتن معتز. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن معتز. كابتن مصر واخويا الكبير كابتن هاني رمزي وببارك له ودايما منور قناتك حبيبي يا معتز الكبير يا كابتن. الله يخليك ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. طبعا لحضرتك كل سنه وانت طيبه ودايما موفقين كده ودايما قناه النادي الاهلي منوره بنجومها. الله يخليك ميرسي. انتوا نجوم الاهلي وانتوا نجوم البيت الكبير وده بيتكم يا كابتن. ربنا يخليك. وسلامي طبعا لاخويا الصغير حبيبي نجم مصر بقى صاعد بقوه. كابتن معتز عامل ايه يا كابتن معتز؟ حبيبي يا رامي عامل ايه؟ والله وحشني والله. كان لسه بيتكلم عن ذكريات اول مقابله واول رهبه
ومين اللي كسر اول رهبه دي؟ معتز اينو وهو في الفرقه فاكهه يعني بيحب يهزر ويضحك وبيخلي الموضوع جميل. ويعني انا بصراحه عمر ما شفته مثلا يلعب ما يلعبش مش يعني هو عنده التمرين بيتمرن وكويس بس في وقت يعني في وقت الجد جد والهزار هزار يعني كابتن معتز اينو لا اللعيبه اللي انا حبيتها يعني بسيط بالظبط كده. لا انت نجم كبير وان شاء الله ربنا يكرمك. يعني الكابتن هاني طبعا عارف الكلام اللي انا هقوله كلنا مرينا بيه واحنا لسه طالعين. نفس برضو الـ 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 يعني الحكايه بتاعت رامي اول ما طلع كلنا برضو مرينا بيها مع نجوم كبار وطبيعي اللي حد برضو بيستقبلك ولازم بتاخد الخطر فاهمني في الاول وحد بيتكلم معاك والنجوم دايما ما تخافش وشد حيلك لازم تلاقي لعيبه كبار قريبين منك. رامي لما طلع برضو معانا اولا هو بعيد عن الكوره مش عشان هو قاعد هو من الناس المحترمه جدا المتربيه جدا ما تطلعش صوته. فلقيت كنت انا وعاشور بقى في الاوضه والشله بتاعتنا الشله اللي هي الفاز دي هو عارف فاحنا لقينا رامي جاي كده لسه ايه ولد لسه يعني طالع بقى صعد وكده فقلنا لا الولد ده شكله مؤدب وابن حلال لقيناه هو يعني بيتجاوب معانا والموضوع بالنسبه له عادي جندتوه بمعنى صح هو اتجند في المجموعه احنا قلنا بقى ده تعالى بقى كان بقى هشام محمد وسعد التكبير وعمرو جمال عصابه يا نهار ابيض واحمد شوقي سعد سمير والله عصابه مشكله انت طالع بقى كابتن هاني بس هم بصراحه كلهم لعيبه كويسه فكلهم خدناهم بقى يعني تحت بطنا زي ما بيقولوا بس هم يعني ما شاء الله دلوقتي كلهم نجوم طبعا يعني طبعا طبعا. وانا مبسوط جدا باداء رامي طبعا رامي في الفتره الاولى واحنا موجودين لسه كان اتعرض شويه لموضوع الاصابه وكده لكن كلنا كنا على يقين ان رامي لا هيعدي المرحله دي وهيوصل وهيروح منتخب مصر ومن الاشتباكات اللي هي يعني يعتمد عليها الرجاله في الملعب. شفتوا الكلام ده معتز من اول تمرينه شفتوا بتحسوا انتوا طبعا لعيبه كبار وعندكم خبره وتحس ان اللعيب لما بيخش الملعب لو لعيب صغير بتحسوا لا ده هيبقى نجم من نجوم الفريق حسيت بالكلام ده بالنسبه لرامي؟ كابتن اكيد لا رامي كان كمان عنده حته الاصرار عنده حته العزيمه في ممكن واحد طالع اللي هو بيأدي بس او انا فرحان اللي انا اطلع يوم واثنين وانزل تاني لا رامي كان من الناس هو وسعد سمير بصراحه كانوا الاثنين عندهم رغم ان كانوا طالعين في وقت بقى كابتن وائل جمعه وكابتن عماد النحاس احمد السيد شادي محمد يعني كانوا طالعين مع نجوم كبار لكن هم كان عندهم الاصرار والعزيمه اللي هم يتمرنوا جامد وكانوا بيخشوا جامد ما بيهبوش الموقف او ما بيخافوش لما بيلاقي نفسه فجاه بيلعب على بركات وابو تريكه وعماد متعب لا هم كان عندهم اصرار صراحه سعد ورامي كانوا رجاله وكلنا تنبأنا له اللي هم هيكونوا في يوم من الايام دي الناس اللي هيجي عليها دورها بعد كابتن وائل وبعد انتوا كنتوا شايفين ده يا كابتن معتز اكيد طبعا لا هم لعيبه ملتزمه سلوكيا وبدنيا وفنيا وكل حاجه فانا بتمنى لهم التوفيق وانا ببقى سعيد جدا دلوقتي اللي انا بشوف رامي وسعد والناس دي كلها دلوقتي هي نجوم الفرقه في النادي الاهلي دول ولاد النادي يعني دول ولاد النادي فالواحد بيبقى قاعد سعيد ومبسوط طبعا ان ولاد النادي هم اللي شايلين دلوقتي قلب الدفاع فانا على المستوى الشخصي بحب رامي وبحب دايما رامي يبقى في الملعب يعني انا من النوع اللي بحب رامي يبقى في الملعب بحس ان انا مطمن بصراحه حبيبي يا كابتن معتز والله دي شهاده والله يا كابتن معتز ماشي على نفس يعني على نفس المستوى اللي ماشي وربنا يبعد عنه الاصابه ان شاء الله ويكسر الدنيا دايما يا رب ان شاء الله شكرا جزيلا ليك لا مش شخصيته محترمه لا مش شخصيته محترمه بحب طريقته بحب هزاره كان عامل جو في الاوضه يعني الاوضه اكيد حضرتك كنت عارف يعني بيبقى على طول بيضحك على طول بيهزر زي ما قلت حضرتك بيلعب ما بيلعبش في لعيبه تلعب تلاقيها مبسوطه وتضحك وتهزر في لعيبه ما تلعبش تنكد على الفرقه كلها يبقى يوم اسود لو ما لعبش هو لا مش فارق له من غير هو زي مين لا مش لازم الحاجات دي بتبقى محرجه شويه فلا كابتن معتز اينو بيبقى جميل مش بيفكر في حاجه ان هو وبرده بيعمل اللي عليه مش اللي هو مش في دماغه اللي هو مش في دماغه برده ما تفهمش لا بيبقى مركز في التمرين بس اللي هو بيحبش يشتت نفسه ان هو بيفك الناس شويه بالظبط كده لا كان من الشخصيات الجميله يعني طيب احنا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل لسه مستمرين في سهره العيد والبيت الكبير اتفضل
رجعنا مع حضراتكم مرة تانية وحوار رائع معاك يا رامي بصراحة. يعني أنت من الناس اللي أنا بحبها على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، فمنورنا في البيت الكبير. ربنا يخلي حضرتك. وعايزين نعرف بقى أول مباراة رسمية مع النادي الأهلي. كانت أول مباراة رسمية كانت بعد ما حضرتك اتمرنت مع الفرقة 3 أيام بالظبط. بس بالظبط 3 ايام، عشان كده بقول لحضرتك اول ماتش ليا ما كانش حد عارف اسمي. في لعيبه بتقول يا كابتن في الفرق في الماتش لما اجي باصي مثلا كابتن مش عارفين اسمي. 3 ايام اتمرنت معاهم، اول ما طلعت من الدرجه الاولى كان من ضمنهم تاني يوم كان المعسكر، يعني كان تاني يوم يعني اتمرنت تمرينه وكابتن زيزو اتكلم معايا وانا ماشي في الطريق، فعادي يعني خارجين من النادي بقى هروح فبيقول لي يا رامي انت جاهز انك تلعب بكره بعد بكره يعني وكده. قلت له بعد بكره اللي هو ايه؟ ماتش الحرس. قال لي هتلعب عادي وانا واثق فيكوا كمان. فقلت له هلعب ايه؟ قال لي هتلعب ديفندر. قلت له كمان يعني انا اصلا بلعب باك رايت، انا اصلا باك رايت. انت بدات كمان باك يمين؟ انا اصلا من الناشئين في جيلي بلعب باك رايت. طول فتره الناشئين باك يمين؟ ما لعبتش مساك دي خالص ولا ديفندر دي ما لعبتهمش، هو باك رايت انا اصلا. اوكي طيب لما قال لك بقى كده فاتفاجئت طبعا اللي هو كمان بيتحمل عليا مسؤوليه ان انا العب ديفندر، وكان في ديفندرات تقيله موجوده يعني كان في ناس تقيله يعني كابتن محمد شوقي وكابتن حسام عاشور وشهاب وفي لعيبه اسامي تقيله كتيره موجوده. فقال لي طب سيبني اشوف الدنيا بس انت بس جاهز. قلت له طبعا انا من جوايا خايف بس دي فرصه يعني اي حد مستنيها. فقلت له طبعا جاهز، وانا اصلا خايف انا اللي عايزه يرجع في قراره. بس فقال لي خلاص ماشي على خيرة الله. فانا اتمرنت معهم تاني يوم وطلعنا على الاوتيل. حتى بقيت بشوف مثلا ما كانش في برضه السوشيال ميديا قوي زي دلوقتي، فمش مركز الناس بتقول ايه او يعني حتى والدي ووالدتي يعني قلت لهم انا بكره موجود في الماتش، بس قلت لهمش ان انا هلعب يعني هو ما قاليش هتلعب اساسي يعني هو ما ادانيش قرار. قال لي انت موجود العب يعني خليك مستعد وانت مع الفريق بس اكيد مش هلعب. طيب الطبيعي ان انا مش هلعب الطبيعي كمدرب مش هيلعبني بالظبط انا متواجد في الصوره طيب. معاهم وبعدين فوالدي ووالدتي بابايا طبعا في العياده مش سمع صوتي واسمي وانا في الماتش وهو في العياده يعني عنده يعني كمان بقى اتفاجئ ان انا بادئ بلعب الماتش ساب العياده وروح طبعا عشان يشوف يعني. الماتش في البيت عشان يتفرج عليه بمزاج يعني وبعدين فاتفاجئت طبعا في المحاضره فكابتن زيزو بيحط التشكيله فحط رامي فاللعيبه عماله تبص جنب بعض مين رامي ده؟ يعني في لعيبه عرفت وفي لعيبه يعني انا شايف بعينيا عشان كنت قاعد في الاخر خالص انت عارف قاعد ورا خالص في اخر كرسي فبصص على اللعيبه اظهر رامي انت فين رامي؟ مين رامي يا جماعه؟ بس فاللعيبه طبعا بتقول لبعضها فخلاص يعني بقت مركز ان انا لازم اعمل حاجه كويسه بس مسؤوليه كبيره ونزلت. يعني مسؤوليه كبيره طبعا وكان الفتره دي كانت النادي الاهلي تعادل يعني كمان ما كناش ماشيين مدى الدوري اللي جيب بعد صعوبه من الزمالك لما تعادلنا 3-3 فكان الدوري ده كان ليه طعم ليا بالنسبه لي مختلف لان طبعا اول دوري ليا وكان حلو يعني فكان اول ماتش للحرس طبعا ساعتها رحت طبعا استاد القاهره بجمهور والدنيا وقلقان وما لحقتش اخد على اللعيبه قوي برده يعني اللي هو 3 ايام قليل بالظبط يعني مش واخد على اللعيبه قوي فالحمد لله ربنا كرمني ودخلت الشوط الاولاني بلعب حتى خدت انذار خدت انذار المذيع حتى كان مكنش فاكر مش فاكر مين بالظبط قال لك خد كارت استضعاف يعني انا ما اتكلمتش كان احمد عيد عبد الملك او ما مش فاكر دخلت فيه دخله جامد بس ما تستاهلش انذار فالحكم عشان شايفني لسه صغير وبتاع مديني انذار يعني فاداني انذار يعني انا فاكر التعليق ده لحد دلوقتي يعني اللي هو شايف ان انا صغير فقال لك فاكر كل تفاصيله اكيد طبعا اكيد طبعا وبعدين فجينا بعد بين الشوطين كنا خسرين 1-0 على الشوط الاولاني الشوط الاول خسرنا 1-0 فانا بهدوء كده وبعقل ومتقلع جزمتي وقلع الشراب وقاعد مستني ان التغيير ان انا هطلع طبعا مش هيضحي بلعيبه موجوده وانا لسه صغير في السن وهيكمل ال 90 دقيقه يعني ده لوجيك يعني ده بالعقل يعني خلاك تكمل ال 90 دقيقه اتفاجئت ان انا انا من نفسي اوريدي مقتنع ده انا عملت اللي عليا خلاص يعني. انا قدمت مستوايا خلاص بقى اللي جاي ده بتاع ربنا فقلعت الجزمه وقاعد مستني يقول لي رامي هيغير وبتاع فلقيت كابتن زيزو مغير كابتن شريف عبد الفضيل كنا بنلعب 3 ديفندرات وكان احمد فتحي كان جنبي ديفندر كنت انا وشهاب واحمد فتحي وكان شريف عبد الفضيل باك رايت فرجع كابتن احمد فتحي باك رايت ولعبني انا وشهاب بس لعب 2 بس عشان يهاجم عشان خلاص بقى اللي محتاج يكسب
فاتفاجئت طبعا ان انا هكمل الشوط الثاني بعد ان انا ما طلعتش، فقلت خلاص دي فرصه تاني ان انا اثبت نفسي تاني وان انا اعمل ماتش كويس. فبدات ان انا اركز اكتر وان انا اجري اكتر وان انا اعمل حاجات ان انا اثبت نفسي في مصلحه الفرقه، مش انا بس. طبعا انت عايز مصلحه الفرقه وانت كمان عايز تثبت وجودك. طبعا يعني انا بالنسبه لي انت يعني انا حسيتها ان انا ما لعبتش ماتش حلو قوي، يعني حاسس ان انا خارج لا في احسن مش من مش راضي عن نفسك بالزبط. بس هم شايفين حاجه تانية. ايوه بس من بقى الناس لما طلعت لقيتها بتقول لي انت لعبت ماتش جامد يا جماعه، ما جامد ايه ده انا كنتش قوي ده انا كنت خايف انا. فحسيت ان الناس شايفه حاجه برضو، يعني اتضح ان اللي بره بيشوف غير اللي جوه. طبعا فاكر يعني وسائل الاعلام اتكلمت عنك قالت ايه ردود الفعل الناس اللي طبعًا حواليك؟ فاكر فاكر ان انا طبعا قال لك ده ناشئ صغير ومستقبله كويس، ده لازم يركز، لازم الاهلي يهتم بيه، لازم فالحاجات دي بتديك حماس طبعًا. وبتديك قوه ان انت تستمر على ده. مين المدرب اللي بعد كده اكتشفك بقى او خلاك يعني خلاص هتلعب دفاع بعد كده؟ هو يعتبر كابتن زيزو خلاص. وبعد كده استمريت كده لان لعبني ديفندر ما لعبنيش مساك كمان. يعني انا بدات العب مساك يعني فترات، مثلا لما جه بقى مستر مانويل جوزيه لعبني ليبرو ما لعبنيش بقى مساك. يعني طول الفتره الاولانيه يعني خلينا نتكلم، انت كنت اصلا في قطاع الناشئين باك يمين باك رايت وبعدين اول مشاركه مع الفريق الاول كنت ديفندر. تمام التغيير التغيير بس دي بقى انت كلاعب كوره عايز تلعب في اي مكان طبيعي. يعني انت لو قال لك اقف جون يلا يا ابني اقف جون، فاللي هو عشان تبين نفسك ومجهودك فده طبيعي. فانا كنت مبسوط مش فارق لي العب باك رايت العب ديفندر. فلما جيت برده يعني كابتن زيزو طبعا كان عارف ان انا بلعب مساك، ففي ماتشات مثلا وديه لعبني مساك، ماتش مثلا بعديها المقاولين لعبنا المقاولين ماتش رسمي لعبني برده مساك. فبدات اتدرج لغايه بقى مستر مانويل جوزيه جه لعبني ليبرو بقى بس. فبدات بقى الحمد لله ما انزلش. احنا معانا كابتن من الكباتن لسه جايب سيرته ولعب معاك اول ماتش في حياتك مع حرس الحدود، كابتن شريف عبد الفضيل. اهلا بيك يا كابتن. مساء الخير عليكم وتحياتي ليك يا رامي وكابتن هاني رمزي. شريف كل سنه حضرتك طيب يا كابتن شريف. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين والعالم للدايما خير دايما رب ان شاء الله. انت طيب. قول لنا بقى رامي، قول لنا انا اللي اقول لك كابتن شريف. قول لي رامي خليه هو اللي يقول الاول يا شريف. كابتن شريف انا اتعلمت منه ان انا ادخل الجيم يعني ما شاء الله عليه يعني. لا لا بلاش بلاش دي ولا لغايه دلوقتي ما شاء الله لغايه دلوقتي ما شاء الله عليه يعني ما شاء الله يعني. محافظ على نفسه محافظ على جسمه، هو بيحب كده يعني دي حاجه كويسه يعني دي حاجه نستفيد منها ان يعني الجيم جزء من تمرينك كلاعب كوره. في ناس يقول لك لا المهاره في دماغي يعني مش محتاج ان انا اعمل قوه ومش محتاج. لا القوه برده بتديك ان انت تقف على رجلك في الملعب يعني. فلا هو ما شاء الله عليه رامي. بس عايز اتكلم على بدايات رامي. كان رامي كان بدا مع كابتن زيزو في هو كان بدا يطلعه مع مستر مانويل جوزيه على طول يطمن رامي يلعب. احنا اول ما شفت لو تفتكر رامي حتى اتكلمت معاك في الدقائق قلت لك يا رامي اهتم شويه وركز شغلك ان شاء الله هتحترف بره بعدها على طول. ليه كنت شايف ايه يا كابتن شريف؟ كنت شايف ايه عشان لما قلت له كده؟ لان رامي عنده امكانيات تؤهله. رامي لعيب كوره عنده دريبل عنده كوره عاليه جدا فنيا عالي بامبنج كويس سوبر على اعلى مستوى. ويزيد على ده ان هو كمان بيقدر يلعب كذا مركز، يلعب باك رايت يلعب في الباك يلعب في الناحيه الشمال لو احتاجناه بيسد. الحمد لله بدايات رامي كانت عامله زي بداياتي كده، هو يقدر يلعب في كذا مركز. عشان كده قلت له ان احنا ما نعرفش مش ما عرفناش نعمله، فهو ان شاء الله كان قادر وكان الحمد لله جات في فرصه الاعتراف بدري شويه. رامي بس اللي اثر معاه شويه هي حته كم الاصابه الصغيره اللي حصلوا دول، والحمد لله ان هو خلاص يعني يمكن رامي عدينا المرحله دي الحمد لله وبقى في ثبات في المستوى والحمد لله. حته الاصابات دي بعدت تماما ربي دايما يا رامي كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. لان انت مهم قوي وعنصر مهم جدا في الفريق دلوقتي ثبات التشكيل. مظبوط. الفايلر الفتره الاخيره الحمد لله بيعتمد عليه بشكل كبير جدا، انا مبسوط جدا بثبات مستواك. ان شاء الله يا رامي بقى عوده المنتخب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اكيد يا كابتن شريف. أكيد يا كابتن شريف. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب. وزي ما احنا بنقول طبعا من الأهداف الرئيسية طبعا لرامي يعني هنجيلها شوية طموحاتك ايه الفترة اللي جاية، بس عايزين انا عايز اعرف النقلة مستر مانويل جوزيه هو اللي حطك في المركز الليبرو وانت حابب اكتر مركز. انت دلوقتي بتلعب ليبرو سيرد باك باك يمين ديفندر، يختار لي واحدة
الاقرب يعني بالظبط الاقرب ليك اللي هو بيحس انه لا ده مكان. هي الديفندر بحبها بصراحه يعني الديفندر لان انا بحب اشوط بحب ازيد بحب وغلطه الديفندر عندك انت مطمن ان في حد يشيلك ورا انما للاسف لما بتغلط في المساج بتبقى عامل ماتش جيم حلو قوي طول 90 دقيقه تيجي تغلط غلطه واحده ممكن ما تجيش جون بس الناس بتفتكرها ما بتتشالش من اذهان الناس اللي هو انت غلطت دي انما الديفندر مثلا طبيعي انك تغلط طبيعي بس بتبقى حاطط في دماغك ان في حد بس انت هداف برضو يغطيك. مع كل المراكز الدفاعيه اللي قالها كابتن هاني دي بس كابتن انت برضو يعني زي كابتن هاني طبعا ما نقدرش نقول حاجه طبعا احنا في رساله الناس عاملاها لك خلينا نروح نشوفهم قالوا ايه لكابتن رامي ربيع ونرجع تاني ماشي مستنيين منك تألق أكتر ومستنيين منك تسعى السنة دي بإذن الله كابتن رامي ربيعة كل سنة وانت طيب وعيد سعيد عليك وإن شاء الله اللي جاي أحلى ودايما مع الأهلي مكسر الدنيا كابتن رامي ربيعة شباب من نادي الأهلي كل سنة وانت يا كابتن والحمد لله على سلامتك بنتمنى منك المزيد والعطاء أكتر للنادي الأهلي وأمنيتنا منك ومن لعيبة النادي التسعة في الجزيرة يا كابتن السنة دي ده اللي عايزينه منك ومن كل نجوم النادي الأهلي اللاعب الكبير رامي ربيع إن شاء الله دايما في تقدم وللأحسن بإذن الله ودايما يا رب رافعين راسنا لفوق أنا بحبك قوي يا كابتن ويا رب دايما تبقى في تألق ونجاح لا طبعا هي يعني حاجة حلوة طبعا واهم حاجة التسعة دي يعني حتى احنا كلاعيبة محتاجينها يعني انت كلاعب كورة محتاج تعمل حاجة لنفسك يعني انا نفسي الحمد لله واخد 2 بطولتين افريقيا بس انا محتاج برضو ازود وكاس سوبر بس انا محتاج ان انا ازود في لعيبة مثلا بيبقى ده مفروض تفكيرها ان هو انت ما خدتش حاجة انا محتاج ان انا اخد بطولة افريقيا عشان تتكتب لي في النادي يعني انت بتلعب كورة عشان يعني تبقى ليك اسمك تبقى حاطط حاجة باسمك في النادي فدي تبقى ليها طابع خاص وليها طعم خاص يعني الجمهور محتاجها احنا برضو كلاعيبة محتاجينها لان ده شغلنا يعني انا بعتبره ان ده شغلي ان انا لازم ادور عليها تحقق في حاجة بالظبط يعني تخيل انت الناس بتشجع النادي لمجرد النادي انت بقى بتشتغل فيه هتعمل ايه يعني انا واحد من الناس نفسي طبعا لازم نسعى عليها فدي دي برضو اللي حضرتك كنت بتقولها يعني انا بعد كده ان شاء الله طموحاتك الفتره اللي جايه ويمكن اتكلمنا كمان انا وانت شويه كان من طموحاتك رامي انك تستمر في الاحتراف الاوروبي يعني انت طلعت عندك كام سنه انت طلعت وانا عندي 19 سنه 19 صغير حاجه ندمان عليا ان انا رجعت مش ندمان ان انا رجعت النادي طبعا ما اقصدش لا اقصد ندمان ان انا مشوار احتراف ان الواحد كان نفسه يكمل يعني بس للاسف الناس بتفهم ان هو انا رجع مثلا مصر عشان سبب ان هو مش قادر يعيش بره مش قادر كنت في نادي كبير سبورتنج لشبونه عشان الناس برضو تفتكر كرامي من سبورتنج لشبونه من الانديه الكبيره في البرتغال وعلى حتى مستوى العالم كله قعدت قد ايه يا رامي هنا قعدت سنه بس يعني انا من اللي بقول لحضرتك القرارات اللي انا خدتها غلط ان انا ليه رجعت ما هي دي الفكره ان هو كان معايا برضو وكيل اعمال برتغالي بس يعني الموضوع يعني قال لك هجيب لك نادي فانا كنت منتظر ان انا ممكن مش حابب اقعد احتياطي يعني ما فيش حد بيحب ما يشتغلش في حاجه هو بيحبها فانا رايح البرتغال عشان العب ما بقاش موظف يعني ان انا رايح اتمرن وامشي انا عايز العب وعايز اثبت نفسي وعايز احقق ذاتي فما لقيتش نفسي ان انا بلعب فاتكلمت معاه ان انا محتاج ان انا اروح نادي تاني ان انا ابتدي مشوار تاني جديد ما عنديش مشكله ان انا اقلل من مستوى النادي ما عنديش مشكله كان ايه رده وكيل اعمال برتغالي طبعا كان رده ان هو يعني وكان معاه برده ناس مصريين يعني كان في برده ناس شركاء معايا مساعدين يعني بالظبط كده فان هو ردوده ان هو هنجيب لك قبل شهر 6 وقبل ما حضرتك فاهم قبل الفتح الكيد وقبل الانتقالات والحاجات دي وما تقلقش يعني احنا موجودين معاك فطلع الموضوع ساكتين وانا طبعا مطمن ان هم بيشتغلوا لما بتكلميه هو انا شغال فانت بجيب لك فانا ساكت طبعا فاتفاجئت في الاخر قال لك لا احنا ما عندناش حاجه دلوقتي والموضوع بقى النادي الاهلي عايز يرجعك فطبعا النادي الاهلي عايز يرجعك ده طبيعي وانا اتبسطت طبعا بس الفكره ان انا عايز اكمل احتراف عايز اكمل وبرده في نفس ما الوقت ما ساعدش بالظبط لا هو ما ساعدنيش في حاجه انت ما ساعدتش بعد كده ما هو بالنسبه له الموضوع بقى انا بالنسبه لي بتعامل مع وكيل اعمال بالزبط. هو اللي بيعمل لي كل حاجه هو انت طالع لون يا رامي ولا لا رايح بيع نهائي يعني كان الموضوع سهل جدا بالظبط سهل ان انا اروح اي حته تانية وانا واثق ان النادي الاهلي في اي وقت هيرجعني لبيتي يعني دي ما فيهاش نقاش يعني حتى النادي لما اتكلمنا ما اتكلمناش في فلوس ايه يا رامي انت عايز تيجي انا عايز اجي طب يلا
خلاص خلصنا، بعتوا ناس وبعتوا فلوس وخلصنا. يعني ما كانش فيه نقاش يعني. فانا بالظبط فانا ما كنت واثق من دي ان انا هرجع النادي بس اكمل اشوف حظي في حته تانية مش مشكله، بس هرجع للنادي بس اشوف اكمل يعني. فما حصلش نصيب، بس يعني كنت اتمنى ان انا اكمل يعني. طبيعي كنت بسن صغيره ويمكن دي قرار ما كانش يعني عاجبني ساعتها، لان انا كنت حابب ان انا اكمل الاحتراف. طب شاركت في كذا مباراه هناك يعني؟ ما شاركت في كذا مباراه، بس بعد كده نزلوني للرديف تيم بي، فما كانش كنتش حابب بقى النظام ده بقى يعني. ما كنتش حابب ان انا ابقى في تيم بي وانا مفروض جاي عشان تيم اي، فالموضوع بقى عندي بقى ان انا مخنوق، ما بقتش مبسوط يعني. يعني طبعا انا يعني الحته ديت ودايما بقول كان لازم تصبر. لو دي حقيقة ما بقول لحضرتك قرار غلط، هتفكر فيها. طبعا يعني هو مش قرار غلط ترجع النادي، قال لك لا قرار غلط ان انا كتير اكمل. كابتن هاني لا مش كتير، هو بصراحه مش كتير يعني. انا استعجلت برضو، بس انا عشان كنت متضايق يعني. كنت عايز تلعب بالظبط. مش راح دي مشاكل بتقابلنا برضو. ان اللعيبه بتبقى طالعه مستعجله انها تلعب بشكل مباشر يعني. حضرتك كنت شايف ان انا اصبر شويه على تيم بي حتى لو بلعب تيم؟ طبيعي، بس يعني مفيش اصل مشكله انك هتلعب مع اصل هتلعب يعني برضو خلي بالك ثقافه الاحتكاك مش زي برضو تيم ايه، ما دي الفكره. بس انت ضمن الدايره. طبعا ضمن الدايره. انت محترف، انت محترف هناك، انت راجل جايبينك من مصر محترف. تمام. ممكن جدا رؤيه المدير الفني لا رؤيته انت ممكن ما تكونش مقتنع بيها. فانزل شويه مع الرديف. انا تمام. لعبت انا في كاز لوت لعبت حتى مع الرديف ماتشين. ليه؟ لان كان في فتره شويه كان اصابه، وبعدين عشان ارجع اجهز قال لي لا مش هتجهز معانا، اجهز مع الفريق الثاني. وقعدت العب مع الفريق الثاني ماتشين ثلاثه لغايه ما قعدت، وبعدين قعدت ماتشين احتياطي وبدات ابدا. تمام. فالموضوع لا يعني للاسف برضو عندنا ثقافه اللعيب المصري شويه مستعجل جدا. مستعجل. وكمان بقى عنده حته اللي هو خلاص بقى يعني لو ما نفعش انا كده راجع وهبقى وسط اهلي مظبوط. فانا بس حته الاهلي دي ما اعتقدش ان في حد كده يعني، اقصد ما اعتقدش ان في حد بيزهق من الاحتراف عشان خاطر مش شايفيني نجم. لا ما فيش الكلام ده. انا راح شغلي بس ما حدش نصحك ان زي ما كابتن هاني بيقول انك لا لازم تصبر شويه تستنى فتره السنه مش كتير، فتره السنه كتير. ما حدش اتكلم معاك خدت رايه؟ لا اتكلم طبعا، اخويا اتكلم معايا ووالدي اتكلم معايا ان تصبر شويه، بس نفسيا انت مش مبسوط يعني. هي الكوره عامله يعني نفسيا، انت لو مش مبسوط نفسيا في الملعب هتلعب ماتشات ابحش حياتك هتلعبيها. انك مش يعني تريحيني نفسيا هتلعب وهتلاقي الدنيا ماشيه والامور ماشيه حلو. فانا ما اتبسطتش، ما ارتحتش نفسيا. الثقافه دي اختلفت دلوقتي، انه الناس فكره الاحتراف النهارده اللعيبه عندهم الفكر ده، بيفكروا في الاحتراف بشكل مختلف، بيصبروا بقى الدنيا مفتوحه اكتر بالنسبه لهم. الفتره اللي انت كنت فيها لا كان في برضو ناس لعيبه كتير كانوا معايا، كان صالح جمعه معايا في البرتغال. بتكلم ان انا اصبر، ان انا ما استنى. هي بتختلف من شخصيه لشخصيه. انا ممكن انا طبعا زي ما كابتن هاني قال لحضرتك ان انا استعجلت شويه، ممكن كان اصبر شويه. عندي في لعيبه دلوقتي في الرديف بيلعبوا في اولمبياكوس وبيلعبوا في 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 في, في هي بس زي ما بقول كرام الحته انك تكسر بيها شويه حته الصبر ديت، لان كمان دي في لعيبه كبار جدا جدا طلعوا لعبوا ولعبوا في المانيا معايا، بس برضو حته الصبر شويه ما كانتش موجوده. قلت لحضرتك ده قرار غلط بس يعني. طبعا بالزبط. يعني ده اولا وغير ده نصيب يعني بالزبط. واحنا كلنا سعداء وجماهير الاهلي سعيده انك رجعت. طبعا انا مبسوط طبعا. ما انا قلت لحضرتك ان انا كده كنت مطمن ان انا هرجع بالزبط. بيتي بس ان انا اجرب بستيب ثانيه، خطوه ثانيه جديده، ما عنديش مشكله. فاهم قصدي؟ فدي بس اللي كنت بس ان انا ندمت عليها شويه. عندك خطوه برضو مهمه في حياتك وهي اللعب في المنتخب، وانت لاعب منتخبات زي ما بيتقال عليك. المسيره دي برضو عايزك تكلمني عنها شويه مع المنتخب. المنتخبات برضو طبعا كابتن هاني هو اكتر واحد يقدر يفيد حضرتك في الموضوع ده، لان انا كنت كان بيدربني وانا كان عندي 18 سنه، وكنت بلعب مع المنتخب اللي هو ال 21 سنه تحت ال 21 سنه. فهو كنت بلعب مع منتخب كابتن هاني، وانا منتخبي كان كابتن ربيع ياسين كان 18 سنه، فكنت بلعب برده في كله، وكان كابتن ضياء السيد معايا برده. يعني كنت في ثلاث منتخبات الاعمار السنيه، لعبت التصفيات بتاعه المنتخب بتاعه كابتن ضياء السيد، كان جيل محمد صلاح ومحمد النني وحجازي والشناوي، دول اكبر مني بالزبط. وانا كنت اصغر منهم، وحضرتك كمان لعبت مع حضرتك التصفيات في التصفيات وبعد الاولمبياد وطلعنا الاولمبياد، بس ما حصلليش للاسف برضو. كان جات له اصابه برضو يعني وصلنا الاولمبياد، بس هو للاسف كان جات له اصابه. زي ما بيقولوا فعلا هو لعيب اصلا لعيب دولي من صغره يعني. اللعيب الدولي اللي بيمر بمراحل كل قطاعات يعني، مراحل منتخبات منتخب ناشئين وشباب وأولمبي، لعبت الثلاثه لعب الثلاث مراحل يعني.
بس حظي وحش في البطولات، باجي قبل البطولات ما اعرفش يعني. حتى في الاول لعبت تصفيات كاس عالم ولعبت اخر ماتش كاس عالم الصعود بس ما روحش كاس عالم يعني. ما كان يعني حتى كان مستر كوبر كانت لفته محترمه منه ان هو يبعت دكتور المنتخب لالمانيا عشان يطمن ان انا، حتى قال لي لو ما لعبتش ماتشات وديه انا عايزك. هو كان بيحبك جدا على فكره، وكنت بتكلم مع محمود محمود طبعا من شخصيات محمود فايز، وكان بالنسبه لهم رامي ربيعه يعني في حاله ما هو سليم هو نمره واحد محمود. ده حقيقي يعني، انا ما كنتش لعبت ولا ماتش بقالي مثلا 3 شهور، وقاعد 3 شهور مريح في المانيا. بعت لي دكتور ابو العيلة لالمانيا يطمن ان حتى لو ما لعبتش ماتش بس اطمن ميعاد رجوعك. لو قلت لي ميعاد رجوعك قبل كاس عالم مالكش دعوه باي حاجه. فهو الراجل كان واثق فيا، دي لفته حلوه ادتني يعني طاقه ايجابيه ان انا اتعالج بشكل احسن. بالظبط. بس ما كانش في نصيب طبعا ان انا اروح كاس عالم. طب بعيدا عن الكابتن هاني، مين المدرب المنتخب اللي انت متاثر بيه، متاثر بفكره في كل مدرب بيديكي جزء يعني مثلا مش هقول عشان كابتن هاني قاعد، بس كابتن هاني من النوع اللي في المعسكر بيسيب كل لعيب يبقى براحته في اطار المسؤوليه، ان هو يعني في يعني كان في كابتن ربيع ياسين بيتبع منهج مثلا انا لا انا كنت كابتن فرقه المنتخب، كابتن فرقه منتخب الشباب، انا كنت بدخل الم موبايلات من اللعيب. انت بتعمل كده بنفسك لان اوردر منه؟ لا اوردر من كابتن ربيع ياسين. كابتن هاني مش كده مثلا يعني، كابتن هاني بيسيب الامور بسيطه. فكل واحد ليه فكر، كل واحد ليه، وكل مدرب ليه فكر، لان هو وده كويس وده كويس يعني. هو وجهه نظر كابتن ربيع ان هو اللعيبه تركز عشان في ماتش بكره، اللعيبه ما تسهرش على التليفون، فكان يفوضك انت تلم الموبايلات من اللعيبه. لا وفي برضه موقف مع كابتن هاني عمري ما هنساه، تحكولنا. اتفضل يا رامي. كنا بنلعب بتسوانا فكنا مسافرين، فاحنا اللعيبه بتخاف من الاكل اللي بره والاكل اللحوم اللي مش حلال والحاجات دي. فانا كنت بقعد مع النني لان انا كنا اصغر، انا والنني صغيرين، وكنا مصعدين مع المنتخب مع كابتن هاني. فكنا بنروح نجيب احنا اكلنا بقى من السوبر ماركت، بس كابتن هاني طبعا كان مانع لان في نظام اكل وفي نظام تغذيه وما ينفعش الوزن والحاجات دي. فاحنا كنا بنروح نجيب جبن ونروح نجيب حاجه عشان كنا خايفين ناكل في المطعم والشيف اللي من هناك يعني. فكابتن هاني ما اعرفش عارف منين هو وكابتن طارق ساعتها. استغويت في ناس واقفة على الباب عارفة مين اللي بيطلع ومين اللي يروح ومين اللي هو برضو مفوض ناس. فنزلنا التمرين، كنا أول ما وصلنا نزلنا التمرين رجعنا كلنا عاملين بقى بنشوف الشنط عشان جعانين طبعا، أنا طالع من التمرين ما لقيتش فيها أكل، ما لقيتش الأكل اللي أنا جايبه. وديت الأكل فين يا كابتن هاني؟ دخل بقى الأوض كلها. أخدته منين إزاي؟ اوض اللعيبه خد الماستر كي بتاع هم في التمرين وخلاص. وانا عرفت ان اللعيبه جايبه اكل من بره واحنا حاطين نظام معين نظام في الاكل ووزن وبلاوي سودا. أيوة بقى شيبسي بلاوي سودا صح؟ لا هو طبعا فقررنا رجعنا من التمرين انا والنني، فبيقول ايه ده في حد دخل الاوضه. فاحنا كنا ساعتها كنا فاكرين ان الناس بتسرق الموبايلات يعني في السفر، بيبقى ساعات الاحداث دي بتحصل ان ممكن حد ياخد جزمه من شنطتك الحاجات دي يعني. فاحنا كنا خايفين ان حد، فلقينا اللعيبه كلها واقفه في الصف بره، يا جماعه هو في حد حصل حاجه مين اللي كل الاكل؟ كلنا عرفنا بقى ان الاكل كلنا اتاخد مننا يعني. بس فساعتها كنا رايحين احنا بقى منتخب مع كابتن ضياء السيد. مظبوط. فحضرتك برضو خدنا الاكل منهم، من خدنا جزء من الاكل لان احنا كنا هنسيب المنتخب الاولمبي نرجع لمنتخب الشباب. نقعد في جنوب افريقيا عشان عندنا بطوله الشباب بقى. فانا والنني خدناه وكملنا بقى. اديتهم برضو نصيب كل واحد كيسين شيبس عشان الطياره. بالظبط كده. طيب مع حضراتكم هنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا. برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بالكابتن رامي ربيع اللي مشرفنا في سهرة البيت الكبير النهاردة. برحب بك يا رامي. وانت كنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن تجربتك في الاحتراف بره وتحديدا في البرتغال، رجعت مصر مع الأهلي، كلمنا بقى عن كواليس العودة دي، ايه اللي حصل الفترة دي كانت عاملة ازاي؟ لا هي فترة كانت صعبة شوية في ان انا ارجع النادي، مش زي ما قلت قبل كده مش ان انا ارجع النادي، لا ان انا عايز كنت اكمل. بس الامور مشيت بسلاسة بصراحة. كان باشمهندس محمود طاهر ساعتها كان رئيس النادي، اتعاملت معاه واتكلمت معاه دايركت، رجعني النادي. ما كانش في اي كلام يعني، موضوع كان بسيط يعني. التعامل مع النادي في الحاجات الماديه او في الحاجات اللي هي بتبقى الفتره كانت صعبه ليه؟ صعب عليا انا ان انا كنت عايز اخد ستيب تانية اكمل في حاجه تانية. بس انما كان انا ارجع النادي لا مبسوط طبعا. مبسوط جدا. ورجعنا على ماتش الزمالك، كان ماتش السوبر.
كانت لعب في الامارات، كان اول ماتش اتلعب في الامارات، كسبنا 3-2، فكانت بالنسبه لي انه مبسوط جدا. كان الماتش ده بالنسبه لي كان عوده بطوله. بالظبط، وان كان الاهلي برده كان خسران ساعتها في الدوري، كان يعني كانت حاجه غريبه ان الاهلي ما ياخدش الدوري طبعا. فانت كنت محتاج ان السوبر تكسبه لان خطوه، وساعتها كان في اسامي برده في الماتش ده كان بيتكلموا بطريقه اللي هم لازم نرجع النادي ولازم نرجع عملته كده فعلا وصلحته جماهيره وكان يعني اداء رائع. فكانت الموضوع كان حلو. انا فعليا صعب في حاجه في الاحتراف، انما كحلو ان انا راجع بيتي تاني وزمايلي واصدقائي، وان انا خدت كمان بطوله، اول بطوله ليا اول ما رجعت، اول ماتش ليا بالظبط، اول ماتش ليا بالبطوله، فكنت مبسوط جدا يعني. فلا رجعت بيتي بسهوله يعني، كان المفاوضات خلصت بسرعه يعني. طيب نخش بقى للجوان، خليه يقول الو الاول برضه في ده في تليفون في الو. يلا الو الو. ايوه كل سنه وانت طيب. برضه مش عارف عرفتوش؟ لا اخويا بقى. ايوه كده يا بقى. ايوه بقى عيب بقى. ايوه عيب. حسام اخو كابتن رامي ربيعه. كابتن هاني كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا حسام. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حسام. جمهور الاهلي الف مبروك طبعا للقناه طبعا كالعاده متالقه. ورامي انا عايز اقول له منور. انت تكذب، كنا مع بعض امبارح. والنهارده ايه اول يوم؟ لا ما شفتوش النهارده. ما شفتوش بعض ليه؟ لا عشان الدبيح بقى والحاجات دي، فبيبقى بننام طول الوقت. فهو انا كنت جاي من السفر فعلا، والصبح كده طبعا حضرتك عارف الطقوس الجميله لكل الناس طبعا. اول يوم العيد كل امه الاسلاميه بخير والناس كلها يا رب بصحه وسلامه. كان بيلعب في السكة. حبيت انهي الاجراءات كلها بدري بدري يعني. فالفكره كلها ان انا مبسوط جدا بوجود رامي والحديث الشيق طبعا مع حضراتكم. والذكريات الجميله طبعا من منتخب الشباب لمنتخب الاولمبي للمنتخب الاول، مرورا طبعا بقصه الكفاح كلها من البيت للتمرين للدراسه للكليه للسكه الحديد. فعلا ايوه. انت كنت برضه بتلعب في السكه الحديد. مظبوط مظبوط. طب ايه ما دخلت ما كملتش؟ ما حلفش الحظ يعني. انا كنت قعدت فتره كبيره من ناشئين نادي السكه الحديد، ورامي كان معانا من صغره وإصابة صغننة كده الحمد لله. فقررت إن أنا أكمل في موضوع الدراسة يعني، فقلت لا وان واي بقى خلاص. كنت بتلعب مدافع برضو ولا إيه؟ لا أنا كنت فارود. وكنت فارود جامد، وعلشان كده رامي طلع مدافع تقيل. فعلا دي حقيقة. دايما كان كابتن رامي في أول كلامه كان بيقول إن أخوه هو اللي دايما بينصحه حتى في فترة احترافه برا مصر في البرتغال. كانت إيه أهم نصيحة حسام تقولها لرامي؟ أهم نصيحة لرامي إن هو اشتغل على نفسك. يعني حضرتك عارفه لعيب الكوره ده راجل المفروض يكون استثمار في كل حاجه. طبعا انت بتستثمر في تفكيرك في روحك في عقلك في لياقتك في الريبيتيشن سمعتك في صح. كل حاجه يعني ما يعني المفروض يبقى ده راس مالك في الحياه. توفر وتكرس مجهودك وتكرس حياتك. انت هو مش بقى مصدر رزقك، لا ده حياتك. صح. فانت انا كنت لما كنت بلعب كوره وانا صغير كان الموضوع بالنسبه لي بروفيشنال، اللي هو اكل بميعاد، نوم بميعاد، مذاكره بميعاد، وفي نفس الوقت كان ده بيديني طاقه اني اذاكر واجتهد وانجح. فده كنت بحاول انقله بصوره وباخرى لرامي. رامي احنا اصحاب واخوات وكنا مع بعض في مدرسه واحده يعني. حضرتك احنا انا فخور فعلا برامي، وفخور طبعا والشكر طبعا لوالدي ووالدتي دكتور هشام بابانا ووالدتنا. بجد يعني بقدم لهم كل الشكر بجد بجد يعني. ناس تعبوا معانا جدا وفتره رامي وهو صغير لغايه دلوقتي يعني، لسه شايلين همنا لغايه دلوقتي. انا بقدم لهم كل الشكر طبعا من طبعا. كل سنه وهم طيبين طبعا، و كلنا فخورين برامي بصراحه يعني. كلنا عندنا فخر برامي، وكنا فعلا يعني
نتمنى ان هو كان دي كانت كمان امنيته انه يكمل ونشوفه في الدوريات الاوروبيه، لكن هو رجع لنادي كبير، نادي القرن، نادي النادي الاهلي، وبيحقق ان شاء الله وهيحقق ان شاء الله طموحاته وطموحات الجماهير كلها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وطموحنا كله الكبير ان هو رامي يؤدي كل اللي عنده، وان شاء الله ربنا يثبت اقدامه. واهم نصيحه دايما كنت بقولها لرامي ان دايما في هتلاقي في ناس بتنتقدك وفي ناس بتشيد بيك. الانتقاد دايما ده تخليه تحت رجلك علشان خاطر يعليك درجة، تخليك تبص لقدام. ما تسمعش كلام الجرايد. سمعنا كام مرة ان رامي هيبطل كورة، سمعنا كام مرة ان رامي انهى مسيرته الرياضية، انهى مسيرته الاحترافية. الكلام ده كله رامي يا جماعة حاجة 20 سنة معنا، حاجة 20 سنة بيجي له اصابة، ده راجل الريكفري بتاعه اسرع. طبعا كابتن هاني طبعا هو ممكن يشرح لنا بالاستفاضة الجزئية دي. فالفكره ان وانس ان رامي بيحصل له حاجه بسلط الضوء. طب ما نفس الضوء اللي بيتسلط بنفس القوه لما بيحصل اصابه او يحصل حاجه هدامه للعيب، نفسي تتسلط لما يعمل حاجه كويسه، لما يجيب جون، لما يشجع الفرقه، لما ناخد بطوله، لما احس فعلا ان انا واحد متربي جوه النادي وخد خبرات من 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 كباتن كبار زي كابتن هاني وكباتن اوروبيين وخد خطوه احترافيه في اوروبا. راجل زي ما بنقول كده، انا والله مع شفقات الرامي، بس الكلام ده لرامي بس يا حسام. الجماهير الاهلي بتقدر رامي قوي وعارفه قدره في الملعب وعارفه قدر مهاراته داخل الملعب. النهارده معاك جدا ان وسائل الاتصال الاجتماعي وسيله ضغط اكتر، فدي يمكن ده يمكن اللي هو ممكن ينتبه ليه في الفتره دي، انه هو ما يبصش كتير على وسائل الاتصال، ما يركزش اكتر مع ما ببصش خالص. ما هو قالك الكلام السلبي يعني انا لو في ناس بتركز بالظبط. انا لو ركزت مع الكلام بالاصابات اللي جات لي دي انا كنت ممكن اقع، ده طبيعي نفسيا اقع. يعني ان هو يقول لك اي اصابه بتجي لي، حتى يعني من قريب جالي بس واحد داس على وش رجلي في التمرين، وش رجلي ورم مش عارف البس الجزمه منه، قال لك اصابه اسبوعين ومش عارف الدكتور هيقول لك ايه. لعبت الماتش بعد 3 ايام. ليه بتهولوا المواضيع؟ يعني ما تخليها بسيطه. يعني لما العب كويس اشكر فيا، لما العب وحش اتكلم وحش. انا برضو بكلمك رامي بسيطه، انت بكلمك انا مش ما بركزش. ما هو قال لحضرتك بالظبط صح. فهو قال لحضرتك حسام دلوقتي بيقول لحضرتك ان انا ما بركزش في الحاجه دي، بالعكس اللي تتكلم وحش اتكلم، انا بثبت في الملعب وفي مدرب في الاخر هو اللي يقرر بالظبط هتلاعبني مش هتلاعبني، انا بشتغل شغلي وموجود. مش انت كلامك الوحش اللي هيمشيني من النادي وكلامك الحلو اللي مش اللي هيلاعبني، ولا ده هينفع ولا ده هينفع. اتكلم زي ما تتكلم، اللي موجود هو مدرب هيلاعبني او هيقعدني، في قرار في الاخر هحتك. وفي اشاعه كمان طلعت عليك ان انت اشتريت فلوس كتيره قوي في موضوع التجديد صح؟ لا يعني ده عادي ده يعني بس ده يعني اشاعه خفيفه الاشاعات طايراك يعني استمرار بس عادي يعني الحاجات دي طبيعيه. بس هي خلي بالك السوشيال ميديا زي ما ليها ايجابياتها ليها سلبياتها. ده شيء لازم ناخد بالنا. وكمان بنتكلم على الجيل اللي طالع جديد، كمان الجيل اللي طالع جديد يمكن مأثر شويه عليه السوشيال ميديا. لكن رامي زي ما بقول لك انت ما شاء الله عليك من وانت صغير، انت شايف الهدوء شويه التفكير، لكن مهما كان لعيب الكره وانت عارف رامي ان الضغوط بتزيد شويه وغصب عنك بالزبط. بتسمع لو لو انت ما تابعتش هتسمع من واحد صاحبك. فخلينا نتكلم، انت اتكلمت كلام هايل، انت مركز في شغلك، عارف التارجت بتاعك كويس قوي، عندك الجايد بتاعك انت المدير الفني، ده الجايد بتاعك بالزبط. وممكن يكون حواليك بقى اهلك اللي بيحبوك هم دول الجايد بتاعك. وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني يا رب ان شاء الله بقى منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. وانت لو ما كنتش لعيب كره كنت طلعت ايه؟ انا كنت هبقى عايز مهندس ديكور، بس مش ما بفهمش في اي حاجه في الديكور. صحيح يا حسام، كنت هتعلم. صحيح الكلام ده مظبوط، يعني هو بيحاول حتى يركز اليومين دول في موضوع الديكور ده فعلا. طب حلو، بزنس بقى بوظ الدنيا. ده انا قلب الدنيا ديكور البيت ولا جرب بوظت البيت. طب جرب حاجه ثانيه، ده هو بيرجع يصلح يرجع يصلح مثلا خشب مكسور اي حاجه بخربها، تعالى حسام يصلح الحاجه اللي انا بوظتها. مظبوط. رامي بيعتمد اعتماد كلي على خبراته الشخصيه في البيت، هو بيبتدي يبوظ واحنا بنصلح. مواهب، عنده مواهب التبويظ بس ببوظ بس. رامي مخلص كليه تجاره جامعه عين شمس. حسام برضه كان معايا في عين شمس كمان، تقدير محترم يعني، غياب تقدير كان تجاره برضه نفس الجامعه. كنت معاه في الجامعه يا حسام؟ كنتوا مع بعض في الجامعه في نفس الكليه؟ مظبوط مظبوط مظبوط، انا كنت قابله بثلاث سنين.
ورامي لحقني في اخر سنه يعني في الجامعه. ويعني دي كانت رغبه والدي. والدي بيقول لي انت لازم لما تحط ايدك في حاجه او تبتدي تعمل حاجه لازم تعملها بصوره كامله، سواء كان بقى دراسه، شغل، حتى لو لعب كوره، حتى لو بتلعب بلاي ستيشن، فانت لازم لما تحط ايدك في حاجه لازم تبقى متفوق ومتميز فيها يعني. فالحمد لله طبعا. ورامي احب يعني اقول له مزيد من التفوق، وكلنا معاك، كلنا في ظهرك، والحمد لله بحب الناس وبالاحترام وبالذوق وبالادب هتبقى احسن واحسن واحسن كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق ليه ان شاء الله. ومستنيه حاجات كثيره جدا في الفتره اللي جايه باذن الله. شكرا جزيلا ليك حسام ربيعة. كل سنه وانت طيب. رامي ربيعة. يعني الواحد ما عندناش وقت. عندنا وقت الحاجة؟ لا ما عندنا وقت نتكلم عن فايلر. لا طبعا يعني احنا بس في نقطة مهمة بتكلم فيها ان هو كويس ان عنده اخ زي ده يعني. في ساعات الواحد بيفتقد اللي هو يكون حد كده يبقى بيديله الصورة. قلبه عليك. صاحب. هو بالنسبة لي صاحب يعني. بيديك الصورة الصح يعني. بيديك الصورة الصح يعني. يعني أي حاجة بعملها لازم أكلمه مثلا حصل كذا كذا، بيبقى هو بيداري عليا طبيعي. هو بيبقى بيديني نصيحة، بيبقى أكبر مني، فده أحسن ما بيننا. التعامل ما بيننا إخوات يعني، بعيد عن إخوات إحنا أصحابي. بالظبط. كنت عايزه تتكلمي على فايلر صح؟ هنتكلم عن فايلر بقى واستعدادات خلاص يعني 9 هننام دلوقتي 8 ليه؟ انتوا عندكم بكره خلاص اوف، ويوم الاحد ويوم الاحد خلاص هتستأنف التدريبات. فايلر مهتم قوي يعني بقصه الدوري، اكيد البطوله ان شاء الله تحسم للاهلي، بس في نفس الوقت لسه ما تمش حسم البطوله. بالظبط لسه بدري طبعا. بالنسبه لنا الدور الثاني كله موجود. كابتن هاني طبعا عارف ان الماتش بيفرق. ويعني لسه الدوري في الملعب بالنسبه لي. يعني ناس تقول لك الدوري لا مضمون، لا انا ما فيش حاجه عندي مضمونه في الكوره، ما فيش حاجه مضمونه يعني. على الاخر نلعب للاخر في الكوره في الملعب. بالظبط كده. فانت في يعني احنا اللي بنفكر فيه كلاعيبه، بطوله افريقيا اهم. انا بالنسبه لي انا واحد من الناس يعني الدوري بالنسبه لي رقم واحد، بس انا بطوله افريقيا عندي اهم من اي حاجه دلوقتي. مين يلعب بقى، مين ما يلعبش، مين يجي مين ما يجيش، مش فارق، المهم ناخد بطوله افريقيا. فده ده 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 الهدف بتاعنا دلوقتي. طب انت واصل لغايه فين يا رامي من الناحيه البدنيه؟ لا الحمد لله. هو انا بس عشان في نقطه برضو الناس ما فهمتهاش في الماتشات الوديه، ان انا برضو يعني في ناس قال لك لا دي التشكيله الاساسيه والحاجه دي، انا بس موقوف اول ماتش عشان اخر ماتش اتطردت فيه في ماتش سموحه. فانا موقوف اول ماتش في الدوري، اول ماتش رسمي في الدوري مع انبي. بالظبط موقوف في ماتش سموحه فيه. لان انا كنت كان تفكيري برضو في الملعب، كنت عايز اقولها لك. ان انا كنت في الماتش بفكر ان في كره اتلعبت من ورا داري اللي انا اتطردت فيها. فعملتها بايدي. انا كان كل تفكيري ان هي لو عدتني الولد هيروح انفراد على الشناوي، كان هيبقى النتيجه 2-0 واحنا في الدقيقه 80. فانا رد فعل طبيعي بزقطرد ان احنا نلعب على التعادل بدل ما نلعب على 2-0 فتبقى النتيجه صعبه. فانا فكرت فيها ساعتها، ممكن تفكيري يبقى غبي شويه بس ده اللي فكرت فيه ساعتها. ده جزء من الثانيه بالظبط اللي هو انت يعني انت اللي هو هتعدي يجيب جون، فلا ما ناخدش ريسك نلعب. الحمد لله يبقى 1-0 ممكن نتعادل. التفكير بتاعي الحمد لله طلع صح، ان انا تعادلنا في الاخر 1-1 ما بقتش هزيمه 2-0 يعني. فالحمد لله كان ده تفكيري. فانا بالنسبه للناس ان هي بتتكلم على ان هو اول ماتش او لا انا مش موجود اول ماتش، بحس ان انا عشان ماتش سموحه توقفت فيه بسبب الطرد يعني. وزي ما بقول لك رامي موجود مش موجود يعني مش فارقه مين. المهم يعني انا قلت لك تفكيرنا دلوقتي بطوله افريقيا. برافو عليك، انت موجود دلوقتي مش موجود دلوقتي بكره هتاخد دي ده طبيعي، دي الكوره. انا مش موجود النهارده بكره موجود، غيري موجود، المهم الفرقه ماشيه. ما احنا اللي بتكسب ما بيقولش رامي اللي كسب يعني. بالظبط. فرقه النادي الاهلي كسبت. نصايح فايلر الليك بتبقى عامله ازاي؟ بتقول بيقول لك ايه؟ لا بنقعد نتكلم كتير انا وهو يعني، شخصيه محترمه وشخصيه يعني، بيقعد يتكلم مع اللعيبه كلها على انفراد، كل واحد بيفهم دماغه وبنقرب من بعض من كان من الكلام. بالظبط يعني بنتكلم مع بعض كتير. طبعا هو يعني فاهم اكتر الدماغ، بيحاول يقرب من الدماغ المصريه ان هو يفهم التفكير اللعيب المصري بيفكر ازاي. وبالفعل هو قدر يحط ايده كتير على نقط كتيره على الفكر المصري. يعني التعامل معايا انا شخصيا لا بيتعامل معايا بشكل محترم. ومع اللعيبه كلها، بس انا بتكلم على لعيبي انا بشكل شخصي. الكلام الكتير مع بعض، هو بيحب اللعيب اللي يتكلم كتير في الملعب، يوجه زمايله الكلام في الملعب. بالظبط. هو بيحبش اللعيب يقعد ساكت، ما بيحبش السكوت. فكل الكلام ده بدا اللعيبه كلها تفهم ان اللي هو محتاجه، وبنحاول ننفذه بحيث ان احنا نبقى نقدر نحقق اللي احنا عايزينه كلنا.
هو طبعا مدرب كبير. انا من وجهه نظري عمل شغل على المستوى الفني وعلى مستوى الاداء، وعمل كمان حاجه كويسه روتيشن. يعني دلوقتي ما بقاش فيه بالظبط، ما فيش اساسي واحتياطي عندنا دلوقتي، يعني مش شايف ان في ازمه وما فيش حد واصل للعيبه. بالظبط ده واصل للعيبه، ان ممكن انا رامي يلعب النهارده بكره ما يلعبش. ما يعني هو ما عندوش مشكله، ووصل لنا ان احنا ما نزعلش من الحته دي. حتى اللعيبه دلوقتي يعني انا ما لعبتش ماتش سان داونز اللي هنا، بس لعبت اللي هناك، ما عندوش مشكله في الحته دي. يعني ومع ان انا لاعب كل معظم الماتشات او كل الماتشات يعتبر اللي في الدوري وفي افريقيا انا لعبها، وجي ما لعبنيش ماتش زي ده. هو ممكن يقسم الماتشات رامي، يعني ممكن يجي يقول لك انت مثلا رامي انا بكره هبدا بيك، وبعد الماتش يقول لك خلي بالك لا بس الماتش اللي بعديه حد فلان بيتكلم. صح بيتكلم يقول لك مثلا انا محتاجك الماتش ده، انا محتاج حد النهارده الماتش ده. واحنا وصلنا لمرحله ان مفيش زعل ما بيننا، يعني رامي زي سين زي جيم، يعني كلنا واحد، يعني مش فارقه مين اللي يكسب، لان احنا وصلنا لمرحله ان احنا عايزين زي ما قلت لحضرتك ان احنا ناخد بطوله افريقيا. بطوله افريقيا دي مش هتيجي لما نزعل واتقمص ان انا ما بلعبش، لا ما اللي بيلعب مكاني ممكن يكسبني فليه ما يلعبش، فانا في الاخر انا اللي هكسب وانا اللي هستفيد وانا اللي هيتقال علينا ان احنا خدنا بطوله افريقيا. فاحنا دلوقتي الحمد لله كتيم ما حدش بيزعل او ما حدش بيحس في فرق في الحته دي. وخلي بالك يا رامي المدربين الاجانب عامه بشكل خاص انا اتعاملت معاهم كتير جدا، ما فيش الجزئيه دي مش موجوده، يعني ما فيش بره يقول لك اصل ده انت مش هتلعب فيتقمص شويه. فالموضوع زي ما هو بيشتغل كده، هو بيشتغل انا 25 لعيب، ال 25 ده انتوا تيم وورك، رامي بكره موجود ممكن استخدمه الاسبوع اللي جاي وهكذا. فكويس قوي ان الروح دي واصله بشكل كبير جدا. دي حقيقه. فنتمنى كل التوفيق لينا بقى ان شاء الله خير. دعواتكم باذن الله. طيب فرص دعواتنا طبعا، لانه كمان فرص الاهلي في بطوله افريقيا ما هيش سهله، في فرق كتير صعبه. بعد الفاصل ده اخر فاصل هنتكلم فيه مع كابتن رامي ربيع. رامي ربيعة، زي ما قلنا قبل الفصل، دوري أبطال أفريقيا مش سهل، وانت بطل، شايف الأهلي يعني شايف المنافسة دي ازاي؟ لا هي منافسة طبعا صعبة، يعني ولسه بقولك يعني المنافسة في الملعب مفيش حاجة سهلة في الكورة، يعني مفيش حاجة بتيجي بالسهل، يعني لازم تتعبي وتتمرني واحنا ماشيين في ده في طريقنا لده. يعني الحمد لله يعني الدوري ماشيين فيه بشكل كويس، محققين ارقام كويسه في افريقيا. ده اللي بس اللي محتاج مجهود، محتاج ان انت تفكر، لان انت وصلت فيه مرتين نهائي وما خدتهاش، فده النادي الاهلي مش متعود على ده. يعني فانك ده حافز ليك برده المفروض تاخده، انك النهائيين اللي انت وصلت لهم قبل كده لازم ده يبقى دافع ليك ان انت توصل للنهائي وتاخده. يعني ده انا شايف من وجهه نظري انا كلاعب ان انا النهائيين اللي قبل كده استفاد منهم ان انا لازم اوصل للنهائي واعوض اللي احنا خسرناه قبل كده. يعني مش عيب انك تخسر، النادي الاهلي معودنا على ده، يعني انا من صغري متعود مش عيب انك تخسر، بس العيب انك تتخاذل او تتاثر في حاجه. يعني فلا ما تاثرش، يعني فدوس على نفسك، يعني البطوله تروح للي ليه نصيب اقوى من اللي هو بيخلص في الملعب. ودي فكره كمان جماهير النادي الاهلي كده يا رم، يعني جماهير النادي الاهلي عندها برضه يا سهام ان هو ما عندوش مشكله انه يخسر، لكن لما بيشوف فرقته متفازل او فرقه صح نفسها في الملعب وبتدي كل اللي عندها أكتر. بشوفها كتير وشفتها كتير جدا بصراحه. يعني ممكن ابقى لاعب ماتش وخسرانين بس مموت نفسي وحاسس ان الاقي ردود الناس لا ولا يهمك انت، لا الجمهور الاهلي محترم في الحته دي، بيقدر اللعيب اللي بيموت نفسه في الملعب. خلي بالك على العكس كمان، يعني حاجة ممكن نعمل نكسب بس شكلنا مش حلو ويتكلموا فيها لان هما بينتقدوك عشان بيحبوك. يعني هما لما الجمهور ينتقدك ان انت لعبت وحش فده دليل ان يعني عايزينك احسن، هو بينتقدك عشان تحسن من مستواك مش عشان حاجه. فدي حاجه انا بحترمها في جماهير النادي الاهلي، ان هي ممكن تبقى فعلا زي ما حضرتك قلت كسبان وطالع حاسس ان انت ما عملتش اللي عليك، يقول لك لا انت مستواك النهارده مش قد كده، انت مستواك النهارده ما كان وحش. فده دي حاجه كويسه ان انت عايزينك على طول في احسن حال. يعني طبعا وبقول لك مش يعني جماهير النادي الاهلي مميزه بكده ومن سنين، يعني من سنين. انا برضو فاكر في بعض الماتشات وانا كنت بلعب زمان، وانا يعني للاسف ما لعبتش كتير في النادي الاهلي، انا دخلت النادي الاهلي عندي 10 سنين، خرجت لرحله احتراف وانا عندي 20 سنه، يعني لعبت تقريبا سنه ونص مع الفريق الاول. فانا كمان خدت ده معايا واستفدت منه على فكره كمدرب، ان ممكن جدا اقول للعيب انت انزل اعمل اللي عليك، موت نفسك في الملعب، وصدقني لما تعمل كده
مفيش حد هيلومك خالص، مفيش حد خالص هيلومك خالص، لان اولا واخيرا يعني ده انت بتعمل حاجه وتوفيق ربنا. الجمهور الاهلي ناضج ان هو بقى فاهم حاجه زي كده، الجمهور بقى دلوقتي ناضج لدرجه ان انت فاهم اللعيب اللي بيتغزل امتى وانه مؤثر امتى، فالموضوع ده بقى اسهل يعني. ده حقيقه وكمان برضو متعودين من زمان النادي الاهلي تيم وورك يعني. النادي الاهلي عمر ما ظهر النادي الاهلي بيبقى فيه النجم الاوحد يعني. انا برضو يعني ما تخيلتش كل، طبعا كل الاسماء على مر العصور، ارجع ان شاء الله 60 سنه لورا هتلاقي فريق النادي الاهلي كله نجوم، كل واحد في مكانه نجم بقيمته. بس الحاجه اللي مفتقدينها الجمهور بصراحه. طبعا يعني طبعا. يعني دي اللي بتديك حافز انك تلعب طبعا. يعني انت لما بيبقى في ماتش فيه جمهور يعني، لا ده قصة تانية. أصل جمهور الأهلي يعني في الاستاد بطريقة مختلفة يعني. تحس إن الاستاد كله جمهور الأهلي. ماتش سان داونز كان ممتع يعني، أنا ما لعبتش بس كنت قاعد بتفرج على الموضوع، شكل رائع، موضوع ممتع، والجمهور عنده وعي إن هو إزاي بيحط فيك إن أنت خسرت ماتش قبل كده لازم تعوضه يعني، أنت عندك حماس إنك تعوض الماتش اللي خسرته من سان داونز قبل كده. فده قوة وده فكر. فانا بحب بصراحه ان الواحد يلعب بجمهور يعني ده اللي بيديك الدافع انك تكسب يعني. لما بتلاقي ماتشات من غير جمهور بتبقى ممله يعني، احتراما للماتشات وكل حاجه، بس الموضوع بيبقى ممل طبيعي تبقى كانها يعني حصه تدريبيه بالظبط. طب ايه رايك احنا بنتفرج على الماتشات في اوروبا من غير جماهير، بس في الساوند تراك اللي بيتعمل، ايوه بيدوا روح شويه، وفي كمان الماكيت في المدرجات. طبعا ده مش هيغنى عن الجماهير، بس يعني عمره ما يغنى عن الجماهير، بس بيدي جزء، بيدي جزء شويه يعني، مش نفس الروح طبيعي طبعا. طبعا اختلاف 180 درجه، بس الفكره كلها ان جمهور الاهلي في ماتشات كتيره يعني، ماتش النجم الساحلي اللي هنا كسبناه 6، عمري ما انسى الجمهور في الوقت ده يعني. كان جمهور يعني كان مالي استاد البرج العرب، فلا ادانا حماس ان احنا كنا خاسرين هناك 2-1، رجعنا هنا كسبنا 6. الجمهور يديك حافز انك تلعب، عايز مبسوط انك بتلعب، وجيب جون تحس انك عايز تجيب التاني والتالت يعني. وخلي بالك يا رامي بيبقى عامل ضغط انك انت للفرق حتى الفرق التانية، الفرق التانية بتنزل اوريدي مهزوزه، ولما بيجيب يعني جزء كبير قوي، لما انت حتى في حاله وحشه وبتبدا الجماهير بتزقك وبتقف في ظهرك انت كمان كلاعب بتفوق، الحاجات دي طبعا مفتقدينها من غياب الجماهير. دي حقيقة بتفرق كتير في صراحه في الملعب وفي ادائك، وانك حتى لو تعبانه في وقت طبيعي بتتعب من جري، بتتعب من رجلك بتشد او حاجه، لما تسمع صوت الناس ان هي عايزه تاني تنسى التعب وبتجري تاني. فدي حاجه بصراحه حلوه جدا، فاتمنى ان هي ترجع يعني، بس بعيد عن ان برده الموضوع الفيروس ده ربنا يشفي الجميع يا رب. طبعا يا رب ان شاء الله يا رامي، احنا كلنا بندعي طبعا. اولا عوده للجماهير يعني، زي ما بيقولوا كده الكره للجماهير يعني. طبعا ان شاء الله بس الظروف اللي بنمر بيها ان شاء الله تعدي على خير، تعدي على خير يا رب ان شاء الله، ونرجع بقى نشوف بقى باذن الله. كل واحد عنده امل يعني، انا على المستوى الشخصي عندي امل ان شاء الله باذن الله بطوله الدوري ان شاء الله تتحسم بشكل كويس، بطوله افريقيه نوصل للمباراه النهائيه ونحقق الكاس باذن الله. وكمان بقى على اللي جاي كمان ان اشوف ان شاء الله رامي ربيعه موجود بصفه مستمره في النادي، ربنا يبعد عنك الاصابات يا رب. منتخب مصر ان شاء الله، انت زي ما بقول لك انت ابن المنتخبات يعني، انت ما عندكش مشكله انك في اي وقت من الاوقات هتخش منتخب مصر، عارف قيمه الفانيله اللي انت لابسها، وكلنا ثقه فيك ان شاء الله رامي وكل اللعيبه، ووصل الرساله من هنا باسمي وباسم سام وكل اسره البرنامج ان شاء الله للعيبه ان احنا في ظهركم زينا زي الجماهير طبعاً. ومستنيين ان شاء الله الدوري، ومستنيين بطوله افريقيا يا رب ان شاء الله باذن الله طبعا. وانا بوعد جمهور النادي الاهلي طبعا ببطوله افريقيا ان شاء الله السنه دي للنادي الاهلي، لان احنا محتاجينها يعني كلعيبه، محتاجينها اكتر من الجمهور. فاتمنى ان شاء الله دعواتكم باذن الله، وطبعا دعواتكم موجوده في كل مكان، فربنا يكرم الجميع ان شاء الله. طيب انت، احنا خلاص حلقتنا قربت تنتهي، ما فاضلش فيها يعني 3 دقائق 2. عايز اسالك في الاخر، ايه اللي انت بتتمنى تحقيقه؟ طبعا دوري ابطال افريقيا ده على المستوى المهني، بس على المستوى الشخصي ايه اللي رامي ربيعه نفسه يحققه في الفتره اللي جايه؟ نفسك تعمل ايه؟ شايف نفسك فين بعد ما يعني مسيرتك يعني ان شاء الله بعد وقت طويل ما تخلص، شايف نفسك فين؟ هتعمل ايه؟ الواحد ما بعرفش يحدد وجهته دلوقتي يعني، بس انا اللي انا مبسوط له يعني احسن فتره يعني في حياه لعيب الكوره وهو بيلعب كوره، دي احسن فتره ان هو يستمتع بالجمهور ويستمتع بحياته، ان هو رايح التمرين كل يوم. دي احلى فتره في لعيب الكوره. فانا بصراحه الفتره دي بحاول اعيشها يعني، انا عايز اعيش كل تفاصيلها، ما احاولش اضيع منها فرصه ان انا اروح التمرين اتبسط واروح العب واتمرن، وما بفكرش في اي حاجه تانية بعد كده. بفكر كل حاجه ومرحله ليها وقتها
يعني انا لما بعد وقت معين مثلا ممكن يجي لي حاجه تانية او حاجه احسن مثلا من اعلامي او اقصد يعني تدريج كشغل كشغل بعد الكوره. انا بتكلم في شغل مذيع ليه لا، ما انا بقول لحضرتك يعني في اي وقت من الاوقات طبيعي ان الواحد يفكر في كده يعني. لازم تجهز من دلوقتي. ما انا واقع نحاول كابتن هاني بقى نعكس ونحاول كابتن هاني. دي اصعب شغلانه. ايه اصعب ماتش عملته كابتن هاني؟ انا اصعب ماتش عملته. اصعب ماتش في حياتك واجهته؟ لا في ماتشات كتير صعبه كانت بتضايقني. من مباراه الجزائر. ماتش الجزائر. مباراه الجزائر دي سنه 89، المباراه كانت صعبه جدا وانت عارف ضغط عليك. انت عارف كمان لما انت بتكون عايز تكسب وبعدين تجيب الجون في الدقيقه 4 وبتلعب قدام منتخب كبير زي منتخب الجزائر، فطول الماتش بقى بنفكر ان احنا لا عايزين نحافظ على الجول، وبعدين ده هيوصلنا لكاس عالم. غياب بعد سنين طويله. كان عندي لسه 19 سنه، فكان الماتشات اللود كان عليه عالي. بس طبعا هرجع تاني اقول لك الجماهير. جماهير 120,000 مخترق في ضغط الجزائري بيشيلوا اي حد. زي ما بقول لك في اخر دقايق كان فيه هجوم علينا، لكن السكند سبيريت والروح القتاليه اللي احنا سامعين الجماهير خلاص ناقص ثواني. فزي ما بقول لك طبعا حاجه مختلفه خالص. نورتنا رامي، بس عايز اخر حاجه يعني اخر حاجه تقولها لجماهير النادي الاهلي اللي بتعزك وبتحبك تقولها ايه؟ لا، جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم يعني، وقف جنبي كتير بصراحه يعني. انا في اصاباتي ما الناس بتحبني والناس واقفه جنبي، وحتى اداره النادي الاهلي واقفين جنبي، ونادي محترم ونادي يعني مش هقول كلام يعني اوفر، بس هو فعلا نادي عالمي يعني. انت كفايه ان انت تبقى موجود في اي حته في اوروبا مثلا، معروف اسمك النادي الاهلي، رحت كاس العالم الانديه. يعني نادي مش يعني عالميا معروف يعني. فبصراحه الاداره يعني سندتني كتير في فترات اصاباتي. جمهور برضو جمهور محترم وجمهور راقي وفاهم وناضج زي ما قلت لحضرتك قبل كده. فاتمنى لهم طبعا عيد سعيد عليهم جميعا طبعا في عيد الاضحى، ويتمنوا لي طبعا كل خير ويدعواتكم ان شاء الله. كلنا كلنا نورتنا رامي يعني. شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب ونشوفك على خير ان شاء الله. ميرسي زو حضرتك. شكرا ليك يا رامي، انت نورتنا النهارده. دي كانت سهره العيد، بتمنى ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا بيها، وان شاء الله البيت الكبير دايما مفتوح لحضراتكم ولكل بيت مصري. كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى سعيد. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.